بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 28 من نوفمبر 2021 يتجدد لقاؤنا بكم متابعي القناة الإخبارية ضمن هذا الفضاء الإخباري، فترة إخبارية لغاية الخامسة الظهيرة كالعادة، مجموعة من الملفات والمواضيع للنقاش مع ضيوف الاختصاص من أهل الميدان. محاور نهار اليوم سنعود فيها إلى العملية الانتخابية والاقتراع، المجالس المحلية. محورنا الثاني خصصناه للحديث عن التقلبات الجوية الأخيرة. أما المحور الثالث نعود فيه دائما إلى التحسيس والتوعية تماشيا مع التطورات الجديدة الخاصة بوباء فيروس كوفيد 19. نبدأ إذن بالحدث الانتخابي الذي شهدته الجزائر أمس، حيث كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بعد نهاية عملية الاقتراع، كشف عن النسب الخاصة بالمشاركة على المستوى الوطني والتي بلغت على مستوى المجالس المحلية البلدية 35.97%، وبلغت 34.39 على مستوى المجالس الولائية. بالنسبة للنسبة الوطنية عند غلق الاقتراع، عندنا عدد الناخبين وصل 8,517,919 بنسبة المشاركة 95.97%. هذا فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية البلدية. فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية الولائية، عندنا عدد الناخبين 8,145,226 ونسبة المشاركة فيما يخص المجالس الشعبية الولائية هي 34.39%. في سياق ذي صلة، شهدت العملية عملية الاقتراع عبر القطر الوطني، لا سيما في الولاية الجديدة المستحدثة، شهدت إقبالا ملحوظا للمواطنين من أجل اختيار ممثله. شهدت العديد من الولايات الوسطى للوطن إقبالا واسعا للمواطنين الذين شاركوا من أجل اختيار ممثليهم في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وأملهم كبير نحو مستقبل أفضل. جيت نبوط على جلب بلادي بخير الناس اللي ندير فيهم ثقة. رانا حابين التغيير إن شاء الله يا رب العالمين، نغيروا وإن شاء الله باش الوطن يزدهر. ولايات جنوبنا الكبير جميعها كانت حاضرة وبقوة في هذا الموعد الانتخابي الهام، إقبال لمختلف الفئات بهدف واحد وهو المساهمة في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. دخلت مخير صنعت وباغي واحد يطلع يخدمنا البلاد ويخدمنا العباد كاملة. نحن في الانتخابات اليوم الحق، لا من ناحية التأطير، لا من ناحية الاستقبال، لا من ناحية الأمن ثاني، يعني كان في أحسن الظروف. احنا نتمنى وغير هاد المسؤولين اللي يجوا يعني يعطونا قد الانتخابات الناس اللي عطات. والأمر لا يختلف عن ولايات شرق البلاد التي شهدت أيضا إقبالا واسعا للمواطنين في مشاهد عكست ترص الصفوف نحو تغيير بناء في تسيير الشأن المحلي. المواطن اليوم يكون واعي ويخرج ويصوت ويختار
يختار باش ان شاء الله نروحوا بالجزائر الجديده الى بر الامان. هذا يوم هو يوم استحقاقي وهو حق دستوري اعطاه المشرع للشعب باش يساهم في التغيير. ولايات غرب البلاد هي الاخرى شهدت منذ الساعات المبكره توافد الناخبون على صناديق الاقتراع لاداء واجبهم الانتخابي في صوره كرست الوعي الاجتماعي لشباب المنطقه. جينا باش ننتخبوا ونخيروا واحد اللي ان شاء الله يكون في بلاصتو، وان شاء الله الحاجه اللي راهي مخصوصه لازم هو يكملها. البلاد راح الخير ان شاء الله، راه في الطريق زين، راه في الطريق المستقيم، ونتمنوا الخير لهذ البلاد. حرص الجزائريين على من سيمثلهم في المجالس الشعبيه الولائيه والبلديه من اجل التغيير نحو الافضل يعكس الاصلاح والبناء المؤسسات والتنميه المستدامه. كانت هذه آخر لبنة إذن لاستكمال بناء مؤسسة الدولة، مؤسسة شرعية لا غبار عليها، مؤسسة عصرية في كنف الديمقراطية. يحضر معي هنا في البلاطو الأستاذ أحمد سوهلية، أستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي. مرحبا بكم أستاذ. أهلا وسهلا أخي، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولكل مشاهدين. شكرا على تلبية الدعوة أيضا أستاذ سوهلية. أستاذ سوهلية، في البداية سؤال عام، تابعتم العملية الانتخابية أمس، ما هو تقييمكم، كيف لمستم سيرورة هذه العملية أستاذ سوهلية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا متجدد لكم على الاستضافة وتحية لكم ولكل المشاهدين. بالفعل اليوم في إطار تجديد هياكل الدولة وبعد يعني مصادقة على دستور جديد وما يأتي من بعده من كل مؤسسات جديدة للجزائر يشترك فيها الجميع أو يشارك فيها الجميع بقدر المسؤوليات وبقدر على حسب كل المستويات. اليوم المستوى انتقل بعد مؤسسة تشريعية وبعد انتخابات رئاسية وبعد الدستور وبعد مجموعة القوانين الإصلاحية والتي عدلت كثيرا. اليوم نتكلموا على قانون مالية، نتكلموا على قانون انتخابات اللي يعني نص على كثير من الإجراءات الانتخابية. اليوم مررنا إلى الهياكل القاعدية، الأداة المهمة، الأداة اللي قريبة من المواطن بحيث يشترك المواطن أولا في اختيارها ثم من خلال اشتراكه لهؤلاء الكفاءات الذي يرى فيهم أهلية لتسيير شؤونهم المحلية الاجتماعية والاقتصادية باتاتا، يعني تنحصر أساسا في الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك ما يحمل هؤلاء المنتخبون الجدد مسؤولية ليست كمسؤولية سابقة. الآن هناك تفكير جديد، هناك منهج جديد يتبع أساسا تحمل المسؤولية بالمقابل منح فضاءات من أجل أن تكون الخطط والأفكار ليمتلكها هؤلاء المنتخبون من أجل أن يجسدوا الإرادة الحقيقية لمن انتخبهم، وخاصة لما نرى هذه الآهات وهذه الأماني من شيوخ شباب نساء وكلهم يعني يريدون كلهم كلمة واحدة، جزائر جديدة، جزائر على الأقل تكون للجميع وليست لفئة دون فئة أخرى. جيد أستاذ سوهلية، ندخل الآن في صلب الموضوع. التحدي الجديد والتحدي الأساسي هو التنمية المحلية في هذه البلديات. رئيس الجمهورية كان قد كشف أن 900 بلدية من مجموع 1541 بلدية بلديات فقيرة. أستاذ سوهلية، اليوم تحدي المجالس الولائية، لأنه ننسى كثيرا المجالس الولائية أستاذ سوهلية، التحدي اليوم المجالس الولائية والمجالس البلدية لربما تحسين التنمية المحلية على المستوى الجواري، كيف سيكون ذلك؟ كيف سيتحقق ذلك أستاذ سوهلية؟ نعم، اليوم كما قلت لك قبل قليل، اليوم هؤلاء المسؤولون الجدد لديهم أفكار، لديهم خطط، لديهم برامج. هذه البرامج أكيد تكون وفق المخطط العام اللي هو مخطط عمل الحكومة، كمخطط يعني يضع كل مسؤول وكل منطقة وكل جهة وكل ولاية يضعها في السكة، لكن هناك هوامش للتحرك، هوامش لإيجاد مخططات التنمية المحلية. وأنت ذكرت أخي سيد أحمد قبل قليل كلمة مهمة، كثير من الناس اليوم في هذه الانتخابات يغفل عن مهام المجلس الشعبي الولائي، صحيح أنه مؤسسة يخطط ويضع المخططات ولا ينفذها، تنفذها الهيئة التنفيذية للولاية. المميز في البلدية أنه هيئة تنفيذية وهيئة تخطيطية، يعني يخطط ويستشرف لتلك البلدية، لكن اليوم من يخطط سواء كان مجلس الشعبي الولائي أو مجلس الشعبي البلدي لابد أولا أن يدرك وأن يعي جيدا المخططات المركزية، ما مدى توجهاتها، ما مدى أفكارها، ما مدى قدراتها،
ثم ينتقل إلى أنه يستعمل الكفاءات الموجودة والقدرات الطبيعية البشرية الموجودة بتلك المنطقة ويأخذ خصوصية تلك المنطقة. هناك ولاية بلدية أو ولاية ساحلية، هناك ولاية أو بلدية جنوبية، هناك ولاية حدودية، هناك ولاية فلاحية سهبية، حتى الفلاحة في حد ذاتها، هناك ولاية زراعية، هناك ولاية تملك ثروة حيوانية، ثروة خشبية، وهكذا. فالآن خصوصية تلك البلدية، المخططات التي يراد إعدادها في القادم يجب أن تعنى أساساً بخصوصية تلك البلدية كي تكون هذه المخططات ناجعة ومفيدة للجميع. جيد، سأعود إليك أستاذ سوهلية، سنعود إلى النقاش بعد فاصل قصير. تحية متجددة مشاهدينا، ونرحب أيضا بالأستاذ مولود بن ناصف أستاذ القانون الدستوري. مرحبا بكم أستاذ. مرحبا بك أستاذ، ومرحبا بالضيف الكريم. شكرا أستاذ مولود بن ناصف، نبدأ معكم مباشرة. شهدنا أمس هذه العملية الانتخابية عبر القطر الوطني، شاركتم أيضا معنا أنتم في اليوم المفتوح الذي نظمه التلفزيون الجزائري بعد الإعلان عن النسب المئوية للمشاركة، بعد الإعلان أيضا عن سيرورة العملية الانتخابية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كمتابع كأستاذ للقانون الدستوري، ما هو تقييمكم لما حدث أمس أستاذ الناصر؟ شكرا لك سيدي الكريم على هذا السؤال. في الحقيقة الانتخابات هي محطة من المحطات الديمقراطية، وهي آلية ووسيلة واحدة معترف بها عالميا، وهي الوسيلة المنتهجة الآن من قبل العالم كآلية لممارسة مبدأ الديمقراطية ولتداول السلم على السلطة، لأنه لا يمكن أن نتصور يعني إنسان يتقلد منصب دون وصوله عبر صندوق انتخابات شفاف ونزيه. وبالتالي فإن العملية الانتخابية الآن التي تعتبر آخر محطة من محطات استكمال المسار المؤسساتي، ابتداء من المؤسسة رئاسة الجمهورية بالمؤسسة التنفيذية أيضا اللي هي سلطة أيضا تنفيذية تنبثق عن من المفروض تنبثق عن السلطة التشريعية. الآن مجلس أيضا الشعبي الوطني كمؤسسة تشريعية تلقي إليها سن القوانين والتشريع والرقابة إلى غير ذلك، رقابة أعمال الحكومة. ها نحن اليوم نمارس آخر أو نبني صح التعبير آخر محطة من المحطات اللي هي المؤسسات المحلية المنتخبة اللي هي البلدية من جهة والمجلس الشعبي الولائي من جهة واحدة أخرى. الحقيقة الآن وجود سلطة وطنية مستقلة، الحراك الآن أنبت أو أنشأ ما يسمى بهيئة التي كان الكثير منا ينادي بإسناد الانتخابات إلى جهة حيادية بعيدة عن الإدارة، بعدما كانت الإدارة هي المهيمنة وهي المسيطرة على العملية الانتخابية ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة مرورا بعملية التصويت وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج. الحمد لله الآن أسندت الانتخابات سواء من حيث التنظيم أو من حيث الشفافية أو من حيث التسيير أو من حيث الرقابة إلى سلطة وطنية مستقلة يعني توكل إليها هذه المهمة. الآن الانتخابات الحمد لله يعني مجريات الانتخابات بدأت منذ الإعلان استدعاء الهيئة الناخبة، فترة الترشيحات الحمد لله. القانون الجديد هذا تاع العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أسقط الكثير من الرؤوس التي كانت معشعشة في سنوات وفي ذي القانون الانتخابات القديم، وبالمناسبة بفعل مادة 184 نعم أسقطت الحمد لله فيه تغير جذري فيما يتعلق بالشروط فيما يتعلق
تتعلق بنمط الانتخابات، شروط الانتخابات لم تكن مألوفة. الحمد لله من بين الشروط الأساسية اللي راهي معلومة لدى العام والخاص الآن هي أولا وجود عنصر نسوي كثير عكس ما كان موجود في السابق نظام الكوطة الآن الذي لا يحقق مبدأ المساواة وفق المادة 36 و37 من الدستور. يعني نقطة أخرى إضافية عنصر الشباب الذي كان يعني وجود بكم هائل إن صح التعبير، ونصف القائمة الانتخابية يعني شباب، ونقطة أخرى اللي هي يعني أقل من 40 سنة، نقطة أخرى 2 على 1 على 2 من هذه القائمة التي تكون فيها عنصر شباب له أهلية صح التعبير، ولما نقصد بالأهلية نقصد بها الكفاءة الجامعية التي تزخر بها والحمد لله زخر بها الآن مجلس الشعب الوطني، ونتمنى أيضا نزيد تفرز هذه السنة وصولا إلى يوم الاقتراع. توصل أيضا ليوم الاقتراع، نعم، إذا وصل إلى يوم الاقتراع. إذا اليوم الاقتراع أستاذ في نعم. القانون الدستوري يعني. فأمس عملية الاقتراع رأيكم فيها أستاذ؟ العملية جارت بصفة عادية الحمد لله، ربما كانت بعض المخالفات البسيطة. نعم. أنا كان عندي يعني إحساس الحمد لله كل عملية الانتخابية مرت بسلام، ربما تجد بعض المخالفات وحتى صرح بها رئيس السلطة الوطني المستقلة يوم أمس، قال بعض المخالفات البسيطة التي لا ترقى ما ترقاش إلى ما يسمى بالمساس بصلب العملية. صلب العملية لأن التأثير على الناخبين والمنتخبين واستعمال وسائل ربما استعمال وسائل أخرى تؤثر على الناخبين والمنتخبين، هذه الذي ربما قد تمس بصلب العملية الانتخابية، لكن ربما يعني ممارسات خفيفة من طرف أشخاص يعني حياديين لا تمس بصلب العملية الانتخابية. أستاذ أحمد سوهلية، دائما عندما كنا نتحدث عن خلق الثروة وخلق التنمية المحلية في على مستوى البلديات، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية كانوا يتحدثون أنه كانوا يطالبون أيضا بمنحهم بعض الصلاحيات. أستاذ أحمد سوهلي، اليوم رئيس الجمهورية قال إن سنة 2022 ستكون سنة الإصلاحات الهيكلية بقانون الجماعات المحلية، في رأيكم ما هي الصلاحيات اليوم التي يجب أن تمنح إلى هذه المجالس من أجل أن تكون لديها حرية لخلق فعلا التنمية المحلية أستاذ سوهلي؟ نعم بالفعل، اليوم بعد ما نقوم بانتخابات وبعد ما الشعب يعني أو يعني الناخبون بعد ما يختاروا كفاءات بشرية تحسن جيدا ما قلناه قبل قليل، أولا تكون لديها إدراك لمخطط مركزي للحكومة وتكون لديها كفاءة كما تفضل أستاذ سواء كانت كفاءة جامعية أو لديها خبرة في الميدان من أجل أن تطبق أماني وأمنيات الناخبين على أرض الواقع. لكن الخطط وحدها لا تكفي، أكيد لابد أن تكون التشريع، لابد أن يكون التمويل، لابد أن تكون التحفيز والمرافقة والحماية، كلها إجراءات مترابطة فيما بينها. أنت تتكلم في شق التشريع ولا على الأستاذ أدرى مني في شق التشريع، لكن لا ليس في 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 شق التشريع وإنما الصلاحيات نعم بالذات من أجل أن تكون فيه حركية اقتصادية. بالضبط هذا الذي أردته. نعم. في التشريع يمكن أن قانون البلدية والولاية الحالي لعله لا يمنح كل الصلاحيات، لأن ما نريده في التوجه الجديد ما هو أن يكون هناك يعني هناك تحرك إرادي من تلك البلدية أنها تخلق مبادرات ثروة بنفسها. مبادراتها بالضبط. مبادرات أنها تبحث عن ثروة بنفسها. أنها تخلق جباية لنفسها. وسيد وزير الأول يوم يصرح بأن الجباية المحلية ضعيفة جدا ولا تكون يعني ما تفوقش 1% من الجباية الكلية، وبالتالي الآن مسؤولية مباشرة أن المسؤولون المحليون سواء كانوا رؤساء بلديات أو على المستوى الولائي كهيئة رقابية وهيئة تخطيطية للهيئة التنفيذية يجب أن تبحث عن ثروة لتلك البلدية وفق خصوصية تلك البلدية. هناك ولاية بلدية فيها فلاحية، ولاية فلاحية، لكن أستاذ كيف نطالب من بلدية فقيرة أن تخلق لنا الثروة؟ هنا يعني المفارقة أستاذ لا هو أنا قلت لك قبل قليل وفق المقدرات ما تمتلكه تلك البلدية من مقدرات، لكن أكيد سيكون من خلال قانون البلدية سيكون هناك تضامن بين تلك البلديات، وخاصة اليوم كاين صندوق للتضامن يمكن تدعيمه بشكل آخر، لكن البلدية الفقيرة لابد أن تتحرك، لابد أن تنتعش، لابد أن تجد ولو استثمارات بسيطة. صحيح أنا مش نطالب من كل بلديات أنها تكون بنفس المستوى أو بنفس الخلق للاستثمارات وخلق لمناصب الشغل وخلق للمرافق العمومية وما يرافقها من خدمات وحركة وديناميكية اقتصادية، لكن على الأقل في حدود معينة. فبلدية تمتلك 20,000 ساكن على الأقل يعني، وهذا على ما أعتقد هو الحد القانوني، كل بلدية في 20,000 ساكن ما نقدرش نسميها بلدية فقيرة، لابد أن تنتعش، لابد أن تتحرك، يتحرك بنفسه، لا ينتظر الصفقات العمومية، لا ينتظر مخصصات المالية للدولة كي ترفه تلك البلدية. يعني إمكانية خلق
حيوية بتلك البلدية، إما ثروة حيوانية، إما نشاط تجاري، إما ربطها بالمناطق والدوائر الكبيرة كي تكون هناك حركة تواصل، لأن اليوم عنصر النقل وعنصر التواصل أيضا مهم جدا. هذه كلها يعني أفكار يمكن أن يستعملها المخطط البلدي أو ما يعرف بالمجلس الشعبي البلدي، يعني مخططات التنمية البلدية. جيد. أستاذ مرود بن ناصف، عملية الاقتراع أفرزت بعض النتائج وإن تبقى نتائج أولية، الملاحظ أن في معظم البلديات لم تكن هناك أغلبية. الآن سؤال تقني حتى تصل الرسالة إلى المشاهد، كيف سيتم انتخاب أو اختيار رئيس البلدية اليوم أستاذ مرود بن ناصف؟ في الحقيقة النظام القديم كان يأخذ بالقائمة المغلقة، القائمة المغلقة هي التي يعني يوم الاقتراع المواطن لا يحق له أن 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 يختار من قائمة أخرى، عليه أن يختار كل ما في هذه القائمة من أسماء وألقاب بصفاتها إذن هذه القائمة لا يحق له أيضا من جهة أخرى أن يرتبها ترتيبا كما هو شاء، يعني بالترتيب الذي يريده هو. وبالتالي فإن النظام الجديد عكس تماما النظام القديم الذي كان يأخذ بالقائمة المغلقة. الآن فيه نمط جديد للاقتراع، ألا وهو الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة. أولا اعتمدنا القائمة المفتوحة، ثم اعتمدنا طريقة أخرى ألا وهي إعادة الترتيب، حتى ولو كانت في قائمة واحدة يمكن المواطن الناخب الذي يربما قد يقبل 5 أو 6 من بين الموجودين في القائمة. وكما هو معلوم سيدي الكريم أن القائمة توجد حسب عدد المقاعد المطلوب الواجب شغلها في البلدية، إذا كانت بلدية يعني فيها 13 مقعد يعني القائمة تكون فيها 13 مقعد، وهكذا يعني كل القوائم سواء كانت أحزاب سياسية أو مستقلة أو أحرار إلى غير ذلك. وبالتالي الآن المواطن لما يدخل إلى صندوق الاقتراع أو إن صح التعبير إلى المكان العازل الذي يؤدي صوته بسرية تامة، لأنه مبدأ السرية هي أيضا نقطة أساسية للاقتراع النسبي والسري، هذه كلها مصطلحات موجودة في قانون العضو المتعلق بالانتخابات. إذن يحق له أن يختار ما يشاء، والأشخاص الذين كانوا في زمن ما يعني. لكن أستاذ حتى أعود إلى السؤال، اليوم خلاص فيه انتخابات وتم الإعلان عن النتائج، فيه خروج عديد القوائم في البلدية، الآن هذه القوائم فيما بينها كيف سيتم يعني اختيار رئيس البلدية اليوم؟ شوف سيدي الكريم، إذا كان أي قائمة لم تحوز على الأغلبية المطلقة، وهذا هو العامل، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة 4%، وهي نسبة يعني نسبة مؤسسة التي لم تحوز على نسبة 4% لا يمكن من نسبة الأصوات المعبر عنها. جميل. مثلا قال نسبة، مثلا عندنا الجدول الانتخابي في البلدية قال مثلا 50,000 ناخب، مثلا عدد الأصوات المعبر عنها مثلا 1000، هذه 1000 نقسمها على 100 مثلا نلقاو النسبة. إذا كان إنسان ما تجاوز تلك النسبة مثلا معينة يقصد ذلك الحزب حتى ولو تحصل على عدد من المقاعد. إذن فوق 4% يمكن حساب له، ويمكن أيضا الاعتداد بتلك الأصوات التي تأخذها. إذن نحو 4% هذه نقطة، هذه تقصى يقصى فيها أي قائمة نالت أقل من 4%. لما نلحق للقوائم التي نالت أكثر من 4% هنا نبدأ الحساب الذي يأخذ الأغلبية. فرضا أن قائمتين أو 3 ألف حزب ألف وباء وجيم ودال، واحد ادى نسبة 10، واحد ادى نسبة 7، واحد ادى نسبة 5، هنا نبدأ الآن ليد الأغلبية المطلقة. الأغلبية المطلقة اللي هي من أجموع الأصوات المعبر عنها، مع عدم احتساب الأصوات التي لم تكن مقبولة، مثلا بها خدش، بها عيوب، بها كذا، بها كذا. إذن مع الأخذ بعين الاعتبار بالمناسبة القائمة التي توجد الناخب في بعض الأحيان يصوت على القائمة دون وضع علامة مثلا علامة إشارة معينة التي ينبغي أن يضعها في الخانة المقابلة للإسم، هنا تأخذ كامل الأصوات توزع لهم بنسب متساوية. أما إذا الشخص الذي اختار فقط أشخاص بعينين هنا تحسب لهم هذه الأصوات، نحسب هذه الأصوات التي نالها كل قائمة كل فرد. هنا ناخذ بالانتخاب الاسمي وليس بالانتخاب القائم، لان الانتخاب الاسمي مثلا كاين 10 دو نسب معينه والباقي في القائمه، في القائمه لم ينالوا اي صوت. اختيار الرئيس يكون خلال الانتخاب طبعا، هنا مع الاخذ بعين الاعتبار التحالفات التي قد تطرا. ايوه مثلا ما كانش حزب دا اغلبيه، لو دا اي قائد حزب من الاحزاب دا الاغلبيه المطلقه يمكن ان ينال ذلك الحزب ينال الرئاسة، يأخذ من بين الأغلبية المطلقة.
لكن الآن نشوف باللي الكثير فيه صعوبات الآن، وهو ما كان معمول به في السابق لا نجد أغلبية لأي قائمة من القائم. هنا تظهر ما يسمى بالتحالفات بين الأحزاب، هنا تبدأ التشاورات وتبدأ هنا تبدأ التشاورات بين هذه الأحزاب من أجل الظفر برئيس الحزب أو رئيس عفوا رئيس المجلس الشعبي البلد. هنا في هذه الحالة يمكن الأخذ بعين الاعتبار الأغلبية المطلقة التي ينالها كل يعني كل 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 قائمة من هذه القوائم. جيد أستاذ أحمد سوالي، حتى نعود إلى التنمية المحلية، لما نتحدث عن التنمية المحلية أكيد نتحدث عن خلق الثروة، لكن ما يهم المواطن اليوم في هذه البلديات خاصة 900 بلدية فقيرة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، قضية هيئة الطرقات، قضية المياه، قضية النقل، قضية الإنارة، يعني بعض الأمور البسيطة. في الولاية نجد هناك بلديات تم الاهتمام بها وبلديات لم يتم الاهتمام بها. أستاذ أحمد سوالي، اليوم كيف يمكن أن ننزع هذه المفارقات؟ في نفس الولاية نجد بلدية ربما فيها هذه الأمور، أمور التهيئة البسيطة العادية، وبلدية أخرى مجاورة لا يوجد فيها هذه التهيئة. نعم، هو أعتقد أن الأمر يتوقف أساسا على تكوين أو تكوينة أو يعني تركيبة بالعفو تركيبة تلك المجلس البلدي. لما يكون كاين مجلس بلدي يعني لديه قوة اقتراح ولديه مبادرات ولديه قوة علاقة واقتراح أيضا مع الهيئات المحلية اللي هي المجلس الشعبي الولائي من خلال برمجة، لأن بصريح العبارة بالدارجة يعني المجلس الحاذق البلدية الحاذقة من خلال ميزانيتها من خلال إراداتها تخلق استثمارات وتزيد تجيب استثمارات أخرى من المجلس الشعبي الولائي. لكن لما تكون بلدية يعني حاصلة في روحها ومش قادرة حتى هي توجد مخطط على مستواها ومش قادرة يعني حتى المخصصات الموجودة تاع الدولة تديرها في مرافق عمومية أو يعني عبارة عن صفقات وتروح تطلب أيضا استثمارات أخرى من الولاية. فاليوم لذلك قلت قبل قليل أن اليوم أيضا مسؤولية تقع على الناخبين. اليوم الناخبون لبلدية ما تقع عليهم مسؤولية اختيار الكفاءات، كفاءة في التسيير، كفاءة في الإدارة، كفاءة في التفكير، كفاءة في جعل تلك البلدية على الأقل أن نخلق لها استثمارات ولما لا يعني المرافق العمومية. اليوم لما تكلم على 900 بلدية يعني فقيرة معناها تكلم أيضا على مناطق الظل اللي تدخل فيها، يعني كل بلدية تدخل فيها حوالي مش عارف شحال منطقة الظل، وبالتالي تم إحصاها حوالي 83,000 ولا ما حضرنيش الرقم مع شحال منطقة الظل. وبالتالي فالفك العزلة عن تلك المناطق اللي سواء كانت مناطق ظل أو مناطق مهمشة أو مناطق بعيدة بفعل فاعل أو بسياسة سابقة انتهت. الآن مسؤولية المجلس الشعبي البلدي، مسؤولية المجلس الشعبي الولائي كذلك في برمجة بعض المشاريع تلك البلدية، طرقات، صحة، مدرسة، أمن، بريد، يعني خدمات، صيدلة وغيرها، على الأقل أن تكون بلدية تكتفي على الأقل ذاتيا في 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 داخل مواطنها على الأقل توفر لهم الخدمات الأساسية. اليوم لما نتكلموا على مواصلات، صحيح أننا مانيش نطالبوا بلدية أن يكون بها مستشفى متخصص وكذا لأنها قد تكون بلدية صغيرة، لكن الربط بينها وبين على الأقل يكون الربط بينها وبين المدن الكبرى، يكون كاين ربط المواصلات، تكون كاين حافلات للنقل بحيث أن تكون التنقل يكون سهل، وبالتالي آليا ومنطقيا أنه نوجد حتى ما نوجدش هجرة من تلك المنطقة. أحيانا تجد شاب يعني يسكن في بلدية فقيرة يروح ينتقل لأنه ما كانش وسائل التواصل يتحتم عليها أنه يسكن في تلك المنطقة اللي يعمل فيها، لكن لو تكون كاين هناك وسائل التواصل يصبح يعني يتنقل، وبالتالي يعني يضرب عصفورين بحجر واحد، يحافظ على مكان عمله ويتنقل، وبالتالي تكون هناك نشاط لتلك مؤسسة النقل وهكذا. إذا بعض المرات الأفكار تكون بسيطة على مستوى البلديات. صحيح أننا مش طالبوا من بلديات استثمارات كبيرة ومركزية، لكن على الأقل استثمارات يعني تؤدي الخدمات الضرورية للمواطن، خاصة الماء، الكهرباء، الطرقات، المواصلات وغيرها، اللي تحاول أنها تفك العزلة عن تلك المناطق. أستاذ مرود بن ناصف، اليوم يجب أن نتحدث عن المستقبل أيضا، يوم لتحقيق ما هذه الأمور التي كان يتحدث عنها الأستاذ أحمد سوالية، هناك بعض العراقيل اللي هي موجودة والتي ستزال من خلال قانون الجماعات الإقليمية المقبل، وهي قضية التداخل في الصلاحيات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة المنتخبة، ما بين الوالي وبين المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي. اليوم ما الذي يجب أن يكون في هذه القوانين الجديدة أستاذ حتى نزيل
هذه التدخلات ما بين هذه السلطات؟ هي أولا ينبغي الإشارة سيدي الكريم إلى أن المجالس المنتخبة السابقة لم تكن شرعية، يعني هذا معلوم، يعني الجل منا أو الكثير منا يعلم بأن المؤسسات المنتخبة السابقة لم تكن شرعية، وبالتالي خلق نوعا من الثقة، عدم وجود ثقة بين المواطن وبين، كانت غير تمثيلية. نعم غير تمثيلية، شخص ممثلش لأنه يعلم جيدا بأن ذلك الشخص الذي تقلد منصب رئيس من الشعب البلدي تقلده نتيجة ظروف معينة، سواء كانت ظروف مالية، كان نظرية كما يسموها في القانون الدستوري نظرية الغلبة والقوة بالمال أو بالجاه أو بالسلطنة، وبالتالي هذا الشيء اللي جعل نوع من الانسداد بين في المجال الشعبية المنتخبة. أعتقد أن قانون البلدية الجديد سيلغي هذه الانسدادات، لأنه لاحظ ربما كاين حتى كثير من البلديات الآن لاحظ لهم ما يعني ما لم تتم عملية الانتخاب فيهم، والكثير من ربما محصن، حتى رئيس الجمهورية البارحة تكلم عليهم حوالي 9 بلديات، وهذه كيف يمكننا أن نسير بلدية الآن بقيت فيها فرق قانوني؟ معنى فرق قانوني لا يوجد شخص منتخب شرعي، مؤسسة شرعية متمثلة في هيئة تداولية اللي هي المجلس الشعبي البلدي، وهيئة تنفيذية متمثلة في رئيس الاستثناءات، وسيكون مجلس تسييري، سيكون لها أيضا حتى هذه ما نعطروش مصلحة، لكن حتى نتحدث نعم في القوانين المقبلة. نعم أستاذ، ما الذي يجب أن يكون يعني؟ هي في الحقيقة لازم هناك توازن. نعم. توازن بين السلطات في الصلاحيات، في التشريعيات سيدي الكريم. نعم. دعني أقول لك، حتى ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هناك عمل مشترك بينهم. مثلا لاحظوا أن رئيس الجمهورية له الحق في التشريع، مثلا رئيس الجمهورية يصدر أوامر تشريعية في حالة وجود فراغ، أو في حالة وجود مثلا عدم وجود مثلا لما حل مثلا مجلس الشعب الوطني، رئيس الجمهورية بقي يستفرد بإصدار القرارات التشريعية اللي هي تمثل هو الرجل الأول في الدولة، وبالتالي هو المشرع الأول. من ناحية أخرى، النقطة الثانية هي مسألة الرقابة، هي الاشتراك في التشريع، من جهة أخرى السلطة التنفيذية تشرع، والسلطة التنفيذية أيضا تشرع تحت يعني رئيس الجمهورية يشرع في الأوامر الرئاسية. نعم. والوزير الأول يشرع أيضا في المسائل التنظيمية، لأنه كيف يطبق هذا القانون الآن؟ لما نشرع هنا قانون لابد له من تنظيم، كيف يتم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟ وبالتالي لابد له من نصوص تنظيمية تعتبر هي التي تجعل من هذا النص التشريعي محل تطبيق ومحل تنفيذي. إذن هذه نقطة أخرى. النقطة الثانية مسألة التوازن، مسألة التوازن والتعاون، التعاون بين الهيئتين، بين رئيس الجمهورية، لا ينبغي أن يكون هناك انسداد حقيقة هيئة بين الوالي والمجلس الوالي حتى الوالي ولا الوالي أو المجلس الشعبي البلدي في حد ذاته. نعم. ربما يصير انسداد بينه وبين رئيس المجلس الشعبي، لذلك توقفت في زمن الماضي توقفت الكثير من البلديات عن تسير صلاحياته. نعم. وتوقف هذا المرفق العمومي، وبالتالي توقف حتى مصالح الناس، وتعطلت التنمية كما قال الأستاذ منذ قليل، تعطلت التنمية، المرافق، الاستثمارات، خلق مؤسسات صغيرة، كل جمد. إذن ينبغي على هذا الانسداد أن يزول الآن، ما فيش. لذلك أنا أعتقد أن التشريع الجديد الآن تاع لتناوله رئيس الجمهورية البارحة قال لك لسنة 2022 إن شاء الله، هو راه محل ورشات ومحل نقاشات، وإن شاء الله هي سنخرج بقانون إن شاء الله. اولا من ناحيه الامن القانوني، ما لازمناش كل وقت لازم نغيروا قانون البلديه، قانون البلديه الان في 11 صادر في 11 10 وقانون الولايه في 12، إذن على الأقل مدة زمنية، على الأقل يبقى مدة زمنية معينة، وباش يبقى زمن معينة لابد لهم من يعني وقت معين وأن يشارك فيه الجميع، سواء كان حتى المواطنين الذين ربما لهم باع في هذه المسائل، ينبغي أيضا يشارك. أن يساهموا، أن يشاركوا، ولما لا المجتمع المدني. حبيت أن نوصل فكرة معينة، هي أن الآن الانسدادات التي تقع ربما الرقابة الشديدة، ربما ترك بعض الصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لا ينبغي أن يتسلط كما كان من قبل، ينبغي هو هيئة تنفيذية ينفذ ما جاء في المداولات، المداولات تاع المجلس الشعبي البلدي تبقى، لكن هو أيضا أمر بالصرف، لها سلطة سيادية، أمر الصرف يغلق حتى هو أيضا بإمكانه أن ربما أن يسد الباب في وجه كثير من المشاريع، وما يخليش المشاريع يعني تمشي وتتحرك إلى غير ذلك. وبالتالي الكل لابد من التعاون بين سواء المجلس الشعبي البلدي أو السلطة التنفيذية الممثلة في شخصية رئيس المجلس الشعبي البلدي. جيدة. أستاذ أحمد سوهلية، أستاذ بن نصف تحدث على نقطة مهمة جدا وهي قضية الرقابة. شفنا أنا كانت فيه رقابة قبلية قبل الانتخابات، الرقابة البعدية هناك العديد من المفتشيات وحتى المفتشيات
الفتوشية الجديدة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية الخاصة برئاسة الجمهورية. لكن اليوم ألا ترى أن الرقمنة ستحقق شيئا من الرقابة أستاذ أحمد سوهلية، وأنتم دائما في الاقتصاد دائما ربما تبحثون عن تجسيد هذه الرقمنة لأنها عصب في العملية الاقتصادية أستاذ سوهلية؟ نعم بالفعل أخي، لأنه اليوم الرقمنة ليست أداة للرقابة فقط، أداة للشفافية، أداة لأن تكون الأمور واضحة وأن لا تكون ملتوية بطرق ملتوية. نعم. وخاصة اليوم المال العام، لأن للأسف شديد المجال شيء غير عادي إذا سمحت أستاذ. نعم. سوهلية، أن اليوم رئيس مجلس الشعبي الولائي أو الوالي بحد ذاته لما يلتقي برئيس البلدية يقول أين هي أموال مشروع بالفعل الفلاني بالفعل. يعني شيء غير بالفعل لأنها كانت يعني كانت للأسف شديد، حتى وإن كان ما نغرقوش في الماضي. نعم. لأنه ينهكنا كثيرا يعني. نعم كان هناك تسيب كبير. نعم. في المال العام الآن القطار توقف عند هنا، الآن نبدأ خارطة طريق جديدة، رؤية جديدة، أنه أيضا لا يجب على رئيس البلدية أن ينتظر فقط تلك المخصصات المالية، يبحث عن إيرادات لتلك البلدية ذاتية له، وكي يبحث عليها ماشي ملكي شخص له، وفي الأخير ملكية عمومية لتلك البلدية. لكن ما يساعد هذا الشيء ليس فقط التشريع، لأن التشريع صحيح أنه مهم ويحطنا في السكة الصحيحة، لكن أيضا الرقابة واستعمال الأدوات التكنولوجية. فاليوم العصر التكنولوجيا، انترنت واسع الاستعمال، وسائل التواصل يمكن لرؤساء البلديات وحتى رؤساء المجلس الشعبي الولائي التواصل مع المواطنين، التواصل مع الشركاء اللي موجودين في تلك البلدية سواء كانوا جمعيات مهنية اقتصادية اجتماعية وغيرها، التواصل يكون بسيط وبالتالي تكون قاعدة بيانات. نعم، أيضا. نعم. لتتبع المشاريع بالذات وبالتالي. نعم. تحديد الاحتياجات. نعم. تحديد احتياجات كل بلدية أعتقد أنه من السهل باش يكون، خاصة وأن دائما نتكلم عن البلدية. علاش؟ لأن خصوصية بلدية أنها هيئة رقابية وفي نفس الوقت هيئة تنفيذية، هكذا أستاذ؟ بالمقابل أن لا بيوي يعني المجلس الشعبي الولائي لا، هو هيئة نقدر نقول رقابية للهيئة التنفيذية وتخطيطية للهيئة التنفيذية الولائية. لكن هذا مش معناه يعني أنه المجلس الشعبي البلدي يتخلى عن مسؤوليته، لأنه عنده مسؤوليتين كبيرتين جدا، لديه مسؤولية التنفيذ، لديه مسؤولية التشريع والتخطيط والرقابة. وبالتالي لما نمنحوا له الفرصة، يعني أنا نمشي دائما منطق لما تعين مسؤول أعطيه كل الصلاحيات، بالمقابل تكون كاين رقابة بعدية ووسطية ونهائية وحتى يعني كما يقال بعدية. يعني وبالتالي هذه الرقابة هي ليست تخويف للمسؤول، وإنما لتوجيه المسؤول، وخاصة في ظل يعني رفع التجريم عن أخطاء التسيير، وهذه مهمة جدا في ظل كل دعائم الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية ومن خلاله الحكومة من أجل تشجيع من يعمل ويخطئ، وجل من لا يخطئ، ولكن أكيد سيكون هناك عقاب لمن يجرم جريمة وليست خطأ التسيير العادي. جيد أستاذ بناصر. أنا نزيل إضافة بعد لما جاء به الدكتور منذ قليل فيما يتعلق بسياسة التجريم. صحيح أنه رؤساء المجال الشعبية البلدية السابقة يعني كثير منهم تبعوا في إطار قانون مكافحة الفساد، في إطار مخالفة الصفقات العمومية. نعم. وهذا الشيء اللي جعل التشريع الجديد في قانون العضوي سيدي الكريم هو منح جزء من الشهادات العلمية التي ربما تؤهل هؤلاء الأشخاص. احنا ما نشكوش في الناس، ربما الناس اللي تبعوا ربما عن حسن نية، كاين اللي ربما ادخلوا وتبعوا في قضايا تاع فساد وفي قضايا ايضا نتاع مخالفه قانون الصفقات العموميه، كلهم عن سوء نية. لا، هذا يعني خطا، يعني هذا من واجب، لكن ربما نتيجه جهلهم الواضح والفاضح في سوء تسيير البلدية. ربما بلدية صفقة عمومية تتجاوز مبلغ مليار مثلا سنتيم دينار جزائري، هو القانون يقول لازم يجوز في إطار الصفقة، في إطار فتح الظروف وكذا واستدعاء كذا، فيه لجنة خاصة، لجنة مكلفة بالنسبة، لكن هو يمدها في إطار العقد التراضي بين الأطراف، يمدها في عقد تراضي حتى ولو القانون لا يسمح له، حتى ولو ما كانش هناك يعني مال وفيه ربما المشروع انجز إلى غير ذلك، لكن لم يمر عبر قانون الصفقات العموميه. اذا اليوم كيف يمكن التوفيق استاذ بن نصر ما بين اعطاء الصلاحيات، اعطاء الحريه للمجالس المحليه المنتخبه، وفي نفس الاطار
أن تكون فيه رقابة، ليست صلاحيات مطلقة، لا يمكن أن نعطي صلاحيات مطلقة. كما يقال أهل القانون، أنا نقول فقهاء القانون الدستوري يقول السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ما كانش هناك سلطة مطلقة. يعني حتى الآن الجهاز التنفيذي للحكومة الآن كان من يراقبه البرلمان، يراقبه عن طريق الاستجواب، عن طريق طرح الأسئلة، عن طريق طرح الأسئلة الشفوية، الأسئلة التي تكون نائب البرلمان يحق له أن يسأل رئيس يسأل وزير من الوزراء في مثلا في مشروع معين، في كذا، في أن كيفية معالجته لأزمة معينة، وبالتالي فيه مساءلة. إذن رفع التجريم عن تسيير قضية مهمة، التجريم لكن فقط الحمد لله رفع التجريم في مسألة معينة، لكن إذا ثبتت سوء نية في هذا الشخص الذي ورط البلدية في إطار معين ينبغي أن يحاسب، النيابة العامة لها أن تحاسب. أنا حبيت نشير إلى باختصار نقطة باختصار ثانية، رغم وجود المؤسسات الرقابة اللي نص عليها الدستور، اللي هي المؤسسات مثلا السلطة الوطنية نتاع للوقاية من الفساد ومكافحته، هناك مجلس المحاسبة، لكن تبقى الرقابة الشعبية. أعتقد أن رئيس البلدية الآن ملزم باستشارة المواطنين في كل مشروع من المشاريع حتى يتفادى أولاً لاكتساب الثقة. واليوم ممكن تكون فيه لجان تشاركية تحدثنا عنها كثيراً، هي مهمة جداً لتفعيل دور المجتمع المدني. شكراً لك الأستاذ الدكتور مولود بن نصف أستاذ القانون الدستوري، شكراً لكم أستاذ الدكتور أحمد سوهلي أستاذ والمحلل الاقتصادي، شكراً لكم على الحضور وعلى الإفاضة. متواصلون معكم مشاهدين، لكن قبل ذلك إلى غرفة الأخبار. نعود إذن إلى تكملة برنامج الظاهرة لكم، موعد مع الأخبار متابعينا في حدود الساعة الثالثة. سجلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 9:52 هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها على بعد 5 كيلومترات شمال شرق مدينة خراطة بولاية بجاية. وفور ذلك باشرت وحدات الحماية المدنية عملية استطلاعية ميدانية للإطلاع على الوضع عن كثب وطمأنة المواطنين، حيث لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية. نعود إلى البلاطو للحديث عن هذه الهزة وأيضا عن التقلبات الجوية الأخيرة مع ضيفنا الكريم السيد النقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرحبا بكم سيد برناوي. مرحبا بك، مساء الخير. شكرا على تلبية الدعوة. سيد نسيم برناوي، نبدأ بالهزة الأرضية الأخيرة التي سجلت بمنطقة خراطة بولاية بجاية. طبعا هي كانت هزة ذات تشدد 4 درجات يدخل في إطار النشاط الزلزالي المعتدل الذي يعرفه شمال القارة الإفريقية وشمال الجزائر. الحمد لله لم تكن هناك خسائر لا في الأرواح البشرية ولا خسائر مادية. طبعا هذه الهزة شعر بها سكان يعني مدينة بجاية وكذلك بلديتين عين الكبيرة وبلدية بابور في ولاية أسطيف، لأنه 4 درجات المحيط يعني الهزائي شعر به السكان. طبعا لم تكن هناك حالة علاه وفزع، لم تكن هناك تصرفات يعني طائشة أدت إلى إصابات الحمد لله. هذه يعني أمور يعني تبشر، يعني خاصة أنه المواطن فيها وعي عند المواطن واعتاد أنه هذا نشاط زلزالي معتدل لا يكون هناك تصرفات يعني كالخروج العشوائي أو الجري أو القفز من الشرفات. الحمد لله يعني هناك وعي ارتفع مقارنة يعني بما كانوا
نسجله سابقا، ويبقى دائما هذا النشاط في إطاره الزلزال معتدل في نشاط يعني يومي للهزات الأرضية التي تسجل منها من يشعر بها المواطن ومنها لا يشعر بها المواطن. سيد برناوي، قضية طمأنة المواطنين بأي طريقة تكون من طرف أعضاء الحماية المدنية؟ طبعا طمأنة تكون عن طريق هذه الفرق التي تقوم بعمل الاستطلاع. طبعا فورا أن المواطن لم يشوف فرق الحماية المدنية والإسلاف الأمنية تجوب البلديات والولايات خاصة حسب الأولويات، حسب يعني خصوصية المكان، خصوصية البناء، ترتاح طمأنة، ترتاح المواطن. وهناك يعني تباشر يعني العوامل الحماية المدنية طريق سيارات اتصال أو سيارة الإسعاف في يعني طمأنة المواطنين أنه هزة معتدلة، لا وجود لخطر ولا وجود لأي شيء ولا وجود لهزات يعني أقوى من هذه الهزة، لأنه هزة معتدلة في 4 درجات، من المستحيل أن تكون الهزة ارتدادية أكثر من الهزة الرئيسية. هذا الكلام المباشر أو العمل الجواري المباشر يعني يطمئن ويرتاح له المواطن ويعود مباشرة إلى منزله، وحتى أنه فيهم لم يغادر منزله أصلا، أنه حتى التوقيت يعني 59 دقيقة في أول أيام الأسبوع أكثرهم خارج البيوت في العمل وفي المدرسة، تبقى ربات البيوت فقط ومولون في البيوت، يعني ما الناس ما خرجش برا، وحتى أنه الناس على المستوى كذلك المدارس أو العمل يعني فيهم القليل من شعر بها، خاصة الناس تكون في حركة ومشابهات ما تشعرش بهذه الهزة. جيد، ننتقل إلى التقلبات الجوية الأخيرة. سيد نسيم برناوي، الحمد لله أمطار الخير على عديد ولايات الوطن وعودة الثلوج، ما دام أنه فيه نشرية خاصة يسارية المفعول إلى غاية مساء اليوم، لكن للأسف ربما تكون فيه بعض الحوادث. هل هناك حصيلة سيد برناوي ربما 24 ساعة الأخيرة أو 48 ساعة الأخيرة؟ الحمد لله 24 ساعة الأخيرة لم تكن هناك حوادث كبيرة. سواء حوادث مرور كانت يعني حالة وفاة واحدة فقط، وكانت حالة وفاة واحدة صباح في المدية عن طريق حادث خلف وفاة شخص 5 جرحى. الاختناقات لم تكن هناك حالة وفاة، كانت هناك 9 أشخاص تم إسعافهم وإنقاذهم في كل من بالعباس، مسيلة وبرج بوعريريج. أما الحوادث المتعلقة بالتقلبات الجوية مباشرة لم تكن هناك خسائر، كانت تدخلات في 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 شلف يعني ليف أمس بلدية تنس سقوط صخرة كبيرة على مستوى الطريق رقم 19 الوطني رقم 19، لم تخلف خسائر، يعني تم إعادة يعني حركة المرور إلى مجراها، وكانت هناك يعني تدخلات من جراء بعض انغلاق الطرقات وبسبب تراكم الثلوج خاصة في تيزي وزو، وهي طرقات ولائية ووطنية. هي مغلقة لحد الآن. هي معروفة 251 صعب حركة السير فيها، صعب خاصة على مستوى قيمة الشريعة. عندك 253 وكذلك طريق وطني رقم 15 و33 اللي هي معروفة في قمة من الجبال في شلاطة في تيزين كونن وحتى في رودة في فرحون. طبعا هذه القمم يعني طرق يعني تخلو من المرة ويقل استعمالها، وغالبا هذه الطرق يعني كانت مع بداية الثلوج تبقى يعني حركة السير فيها تقريبا مغلقة إلى غاية يعني خروج فصل الشتاء وبداية ذوبان هذه الثلوج. هذه حال الطرقات لحد الآن التي هي مغلقة عن السير أو حركة السير فيها صعبة. أما من جراء التهطلات الغزيرة للأمطار لم تكن هناك تدخلات أصلا، حتى عملية امتصاص المياه لم نقوم بها خلال 24 ساعة الأخيرة. نظن أن الأمطار الأولى يعني والعمل اللي جاء بعد الأمطار الأولى أعطى نتيجة وأعطى فائدة. كانت هناك بعض يعني ارتفاع من سبل المياه طفيف في بعض المحاور وبعض الطرقات من جراء انسداد المجاري والبلوعات بسبب الفضلات أكرمهم الله وكذلك الأوحال. الحمد لله لم تكن هناك كذلك خسائر في الأرواح البشرية، لكن تبقى الحيطة والحذر مطلوبة طبعا، انه مازال النشريه الجويه مستمره، في نشريه جويه خاصه بالامطار وفي نشريه جويه خاصه بتساقط الثلوج وكذلك نشريه جويه خاصه بالرياح القويه، لذا يجب على المواطن ان يكون حذر. جيد سيد برناوي، حتى تعم الفائده، الحمد لله عادت الثلوج. انا كنت تابعت منذ صبيحه اليوم فيه دعوات الى الخروج الى الغابات الى الشريعه الى تيجده، بدا تنظيم الرحلات السياحيه في اخر الاسبوع حتى لا تتكرر وحتى لا يتكرر ما حدث في الاعوام الماضيه. سيد نسيم برناوي، نصائحك للعائلات والى الشباب المتوجهين الى هذه المناطق السياحيه سيبقى. ممتاز جدا، شكرا على هذا السؤال. حاليا مع استمرار النشريه الجويه تساقط الثلوج هو من افضل عدم الذهاب الى هذه الاماكن، طبعا لانه هي مغامره
والنشرية راهي مهمة جدا خاصة من ناحية الكمية. طبعا الإنسان لما تنتهي صلاحية النشرية وتتحسن الأحوال الجوية يعني تسقم الحال وثم يباشر إلى هذه الأماكن للاستمتاع بالمنظر أو الاستمتاع بالثلوج. أنه نقول له على سبيل المثال الأماكن اللي يروح لها المواطن الآن على المستوى الوسط نقول له شريعة، نقول له على مستوى تيكجدا في الشرق كما في باتنا أو على مستوى غرب الوطن كذلك في تساقط الثلوج. هذه الأماكن هي معروفة أن طرقات ضيقة جدا وسمك ثلوج يعني يكون يعني نوعا ما مرتفع، خاصة في بداية النهار في الصباح أو في نهاية المساء يكون من قوة البرد يكون هناك الجليد، طرق زلجة جدا ولما تكون كثافة مرورية يكون ازدحام مرور وراح الناس تعلق داخل السيارات يعني تكون محصورة داخل السيارة وتكون عالقة داخل سيارتها. حتى تدخل الحماية المدنية يعني ما غالبا ما هناك يعني عمل استراتيجي خاصة نهاية الأسبوع يكون فرق متنقلة في أي مكان أنه لا قدر الله تكون الناس يعني يحبوا المغامرة ويتواجدوا في هذه الأماكن، لأنه حتى الأسابيع الماضية عرفت إقبال من طرف يعني المغامرين اللي حبوا الطبيعة وحبوا يديروا عمل التجول، لكن الآن النصيحة هي تفادي الذهاب إلى هذه الأماكن لأنه ممكن أن يكون خطر أنه سواء أن حوادث سقوط أو تكون عالق في حركة المرور في ازدحام أو بسبب انسداد الطرقات بسبب تراكم الثلوج، وهنا راح تعيق عمل المصالح المختصة في إعادة فتح الطرقات من الحماية المدنية من السلطات المحلية من جيش أفراد جيش وطني الشعبي والسلطات الأمنية. يعني لما تكون حركة المرور مزدحمة من المستحيل أن تأتي الآليات وتقوم بعملية الفتح. عملية الفتح تكون عن طريق معدات يدوية تأخذ نوعا ما بعض الوقت، وهنا الإنسان لازم يأخذ يعرف أنما يتوجه إلى مثل هذه الأماكن في مثل الظروف يعرف ما يجب أن يكون معه في سيارته. يجب أن يكون طبعا البنزين مملوء، ممنوع البنزين أنه ممكن أن تعلق فيه حركة المرور لساعات. حنا يكلك البنزين ونعرف البرد إنسان يستعمل الشوفاش حتى خاصة لما يكون معه دراري برده. يجب أن يكون معه يعني أغطية ممكن أن تعلق من جراء أنك تكون حاصل في السيارة. أن يأخذ مع دلو الزجاج يجب أن يكون مملوء، مساحة الزجاج يجب أن تكون سليمة وصحيحة وتقوم يعني بعملية مسح الزجاج بطريقة سلسة. وكذلك يعني هناك يعني بعض الأدوات فيما يخص هي موجودة في بعض الدول كالسلاسل وما شابه ذلك يعني لكنها قليلة الاستعمال في الجزائر. كان النصيحة الآن حاليا عدم التواجد والتوافد لهذه الأماكن إلى أن تنتهي النصيحة. المواطن يتساءل لماذا، يقول لك لما يكون فيه تساقط الثلوج نمنع من أو تكون فيه نصيحة بعدم الذهاب إلى هذه المنطقة، لماذا سي برنامج؟ شوف الناس اللي تكون تما راهي تعرف المنطقة. نعم. الإنسان ابن بيئته وتعرف المنطقة وتعرف كل ما يجب أن يقوم به الإنسان ويتمتع بالمنظر صح، لكن الناس تحب تجي فيما بعد لأنه الإقبال حيكون كبير. نعم. يعني واحد تستعمل شبكة الطرقات اللي كانت تصل إلى هذه الأماكن وحركة المرور تكون صعبة السير فيها خاصة مع تساقط الثلوج، رؤية منعدمة تكون في بعض الأحيان، غزارة الثلوج أو البرد أو حتى الأمطار ما تسمحلكش أنك تكون بعملية قيادة يعني سليمة، في خطر الانحرافات، في خطر التصادمات، أو في خطر أنك تصبح عالق محصور بسبب انسداد وغلق الطرقات إلا أن تأتي السلطات المحلية وتقوم بفتح هذه الطرقات. زيد على ذلك نصيحة نسيتها فيما يخص يعني حتى الشباب الآن أو الناس اللي تقبل على الذهاب إلى هذه الأماكن قبل التوجه لو حبذا أن يخبروا الحماية المدنية أو الأسلاك الأمنية إلى مكان نقطة توجههم أو المكان أين سوف يقومون فيها أو بالتخييم طبعا من التخييم حتى إذا كان أي حالة مرض طارئ، حالة مرض في أحد الأشخاص أو أحد المشاكل يعني تسهل علينا عملية الوصول إلى هذه الأشخاص بسرعة لأنه النقطة محددة والمكان المعروف الفرق الخاصة تصل إلى المكان بسرعة يعني نتفادى تضييع الوقت في عملية البحث ويكون مجال البحث واسع. لكن لما تكون منطقة النقطة معروفة المنطقة معروفة نتجه مباشرة إلى هذه المنطقة ونقوم بعملية إنقاذ والإسعاف. سيد برناوي ربما نصيحكم خصوصا للشباب بعدم المغامرة لأنه هذه المناطق الجبلية فيها منحدرات فيها وديان لما يكون فيه الثلوج يعني اللي ما يعرفش المنطقة لا يمكن أن يعرف أنه ذاك المكان خطر. ما عندهمش القيد ما عندهمش دليل يعني ما يعرفش المنطقه ثلوج تغطي يعني الاخضر واليابس يعني تغطي في بعض الاحيان مناطق صخوريه في بعض الاحيان اني في اوديه تغطى بسبب ثلوج او بسبب الجليد يعني انسان ما يعرفش شنو يحترج ليه. طبعا هنا تكثر حوادث السقوط وتكثر هنا الكسور والالتواءات وما شابه ذلك خاصه في الاماكن التي يصعب
الوصول إليها إلى المواطن البسيط تطلب يعني فرق خاصة كالحماية المدنية، فرق البحث والتدخل في أماكن وعرة التي لديها معدات خاصة للوصول لهذه الأماكن، رغم أنه هي عملية صعبة خاصة في التعرف وفي البحث وما أدركها في عملية الإجلاء والمواطن أو القيام بإسعافه، أن نتطلب وقت من الزمن من نقطة يعني صعب الوصول إليها إلى الطريق الوطني وطريق الولائي ثم عملية التحويل إلى المستشفى القريب. هنا تكمن هذه الخطورة بأن الإنسان ما يعرفش المنطقة وما يعرفش، ما عندوش رؤية متضحة، ما يعرفش ما الأخطار المنطقة. صحيح السياحة مليحة وصحيح أنه الإنسان يحب يشوف بلاده ويكتشف بلاده، لكن في إطار يعني منظم وفي وقته، في وقته مع يعني تبادل المعلومات، لو حب هذا يكون في إطار منظم كوكالة سياحية أو جمعية ما شابه ذلك التي تكون لها اتصال مع الحماية المدنية أو أسلاك الأمنية. جيد سيد أبو نبي، قضية مهمة جدا مع موجة البرد كل سنة، قضية الاختناق بثاني أكسيد الكربون أو حادي أكسيد الكربون سي نسيم برناوي، يعني حالات شفناها قليلة في الأيام القليلة الماضية، لكن لا قدر الله يمكن أن ترتفع. نصائحكم لتفادي هذه الحوادث. صحيح، ربما الحوادث قليلة هذه الأيام لأنه الحملة في ذروتها، الحملة التلويقية والتحسيس في ذروتها، خاصة أيام الجمعة أو ثلاث أيام أسابيع. شيء نتمنى أنه نتفادى حوادث الاختناقات، خاصة بتوفير عملية تهوية دائما في المنازل، خاصة في الأماكن التي يستعمل فيها وسائل التدفئة، جهاز التدفئة أو سخان الماء، مع المراقبة الدورية والصيانة الدورية لهذه الآلات. وطبعا الآن نحن في إعداد يعني برنامج خاص تبع لتعليمات السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، الذي أعطى تعليمات صارمة في مخصوص حملات واسعة مجانية للبيوت المواطنين، خاصة في ظل يعني اطلاع على منظومة التدفئة أو التسخين والوسائل التدفئة والتهوية داخل المنازل. شيء مهم جدا سيد نسيم، نعم، وحتى شيء مهم جدا، مهم جدا، أن حتى في مجلس الوزراء طبعًا تم الاهتمام، نعم، بهذه النقطة سيد نسيم. طبعا شيء مهم جدا، وشيء هذا الاهتمام وهذه التعليمة لا تعطي قوة للحملات التي تقوم بها الحماية المدنية والبرنامج المسطر في الميدان، وهذا كذلك مع توسيع يعني كل المتدخلين والفاعلين من أجل الجلوس في طاولة وإعادة البرنامج مسطر مستعجل خلال هذا موسم الشتاء، وبرنامج يدوم إلى المواسم القادمة، أنه أن تدخل بيوت الناس وتطلع على الواقع الحقيقة التي هي موجودة والتي تسبب الآلام وتسبب في حالة الوفاة. هنا يبدأ العمل الصحيح، العمل القاعدي والصحيح من تصليح هذه الأخطاء، سواء كانت متعلقة بالأجهزة بحد ذاتها أو بنظام التهوية المتواجد في المنزل، لأن هاتين النقطتين هي المشكلتين الأساسيتين في حوادث الاختناقات، لا سيما بحوض أكسيد الكربون. إذا نصائح لهذه العائلات التي تستعمل خاصة غاز البيطان سي نسيم برناوي. طبعا غاز البيطان يختلف عن غاز المدينة والغاز الطبيعي. غاز البيطان خاصة الذي استعمال نقوله ما استعملوش به الطابونة، يعني للتسخين الطابونة تستعمل في المطبخ وتكون نافذة مفتوحة كليا، أنه تصدر يعني أحد أكسيد الكربون بكثرة، حتى لو استعملناها في الجهاز التدفئة تكون عن طريق منظم للغاز، فيه منظم للغاز، لا تستعمل القارورة مباشرة وتغذي جهاز التدفئة لأنه خطر فيها خطر. تقصد المانومتر طبعا، أو يعني كما نقولوا الساعة كما نقولها بالعامية، هي الساعة متواجدة على النفطار ومراكز نقاط بيع النفطار، وهي معتمدة وممتازة جدا. ولازم لما نبدا نستعمل القاروره ونروح نغيرها اللي باش نعمرها، ما نلزمش نكركرها في الارض، ما نلزمش نرميها يعني من مكان الى مكان، انه تفقد بعض الخصوصيات السلامه والامن، وممكن ان تكون فيها بعض التسربات وتحدث حوادث الانفجارات. وطبعا تدفئه بالغاز البيوطان او غاز المدينه او غاز البروبان دائما يعني هو من المحروقات، حتى الخشب هو يكون عندنا الاحتراق، لما يكون عندنا احتراق غير كامل في غياب التهويه يكون مصدر لأحد أكسيد الكربون اللي هو القاتل الصامت اللي ما عنده لا ريحة ولا لون. سي نسيم برناوي، أمر مهم جدا يجب أن نذكر به، وقضية البلاغات الكاذبة خاصة عند سقوط الثلوج، كنا شفنا كانت عديد من التجاوزات، هذا شيء مهم أن نذكر به سي نسيم برناوي. الخط الأخضر 10-21 أو خط النجدة 14 مهم جدا، وهذه البلاغات الكاذبة يعني تؤثر على مردودية المركز التنسيق العملي، خاصة في استقبال النداء على حياة آخرين. طبعا تؤثر على حياة آخرين، أنه فيه في الآونة التي أنت تؤدي بلاغ
يعني ونضينا النظام استقبال النداءات يصل الى في بعض الحين 20 نداء في نفس اللحظه، 20 نداء في نفس اللحظه، لان لو في يعني 10 او 15 نداءات بالغه ممكن نداءات اخرى تحتاج الى يعني صحيح الى اسعافات الحمايه المدنيه، خاصه التوقف القلبي او يعني ازمه صحيه او مرض مزمنه او حوادث مرور خطيره جدا. هذاك التاخر تاع دقيقه او دقيقتين هو ما يتسبب في وفاه هذه الناس وهذه الاشخاص. طالما انه البلاغات الكاذبه خاصه في فترات من النهار خاصه الفتره الليليه تؤثر على عمل اعوان الحمايه المدنيه، هم بشر كذلك يعني، ويتاثروا من هذه النداء الكاذبه او الاستهزاء خاصه في الهاتف، لانه هو رقم مجاني، رقم اخضر معمول خصيصا لنداءات الاستغاثه، نداء الاستغاثه اي ناس محتاجين اسعاف وانقاذ طبعا ومساعده فوريه. لذا هذه النداءات البالغه البلاغات الكاذبه او النداءات البالغه تؤثر على وصول المعلومه في وقتها واخراج الاسعافات في وقتها الى الناس المتضرره. سياسي برناوي باختصار هناك سؤال لمواطن يسال يقول لك في حين ما كنت في طريق في مرتفعات والثلوج تسببت في عرقله حركه المرور، يعني يقول حصلت في الثلج، ما الذي يجب ان اقوم به؟ هو في السياره يعني. هو في السياره يعني سياره لما نكون نقول السياره مملوءه بالوقود وعنده كاع اللوازم ما يخافش، حد اللون ما يخافش، مباشره اعطاء نداء الاستغاثه الحماية المدنية أو المصالح الأمنية، يعني وما هو إعطاء المكان بالضبط. ويتوقف سي برناوي، ما يحاولش يغامر يعني. لا يتوقف. يحاولش يغامر لأنه ممكن خطر الانحرافات والطريق تكون زلج في بعض الأحيان، يعني ماشي الناس تعرف كاع تسوق يعني كما تكون تسوق. الناس ما تعرفش تسوق لما يكون ثلج ساقط أو ثلج موجود في 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 الطرقات. لذا يتوقف ويعطي نداء الاستغاثة ويقدم يعني النقطة أو العنوان المتواجد به بالضبط حتى تصل الإسعافات والفرق الخاصة إلى المكان مع يعني الفرق الأخرى والمؤسسات الأخرى للقيام ومزاولة عملية يعني فتح الطرقات ومساعدة المواطنين المحصورين. سي برناوي، النشرية السرية المفعول اليوم بدرجة تحذير برتقالية، ما يعني ذلك؟ برتقالية يعني يكون يقظا أكثر، يعني تكون يقظا أكثر، يقظا أكثر يعني تكون مهامك أنك تتبع هذه النشرية الجوية لغاية نهاية صلاحيتها. إنسان لا يتنقل إلا للضرورة، يعني مضطر أنه يخرج العمل أو دراسة ما شابه، لكن مع الحيطة والحذر ويعرف الطرقات التي يمشي فيها، يعني سواء بالسيارة أو الراجلين، ويبتعد يعني عن الأودية أو الأنفاق السفلى أو حتى الجسور لما تكون يعني السيول جارفة. شكرا لكم نقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، شكرا جزيلا لكم. مباشرة إلى موجز الثالثة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود إلى تكملة فقرة برنامج الظهيرة، فاصل قصير ويلقاكم عبد الله أبو زاري في النشرة الدولية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. عشية أحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بحق العشرات من الفلسطينيين، ومستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. الجبهة المغربية ضد التطبيع تنظم مسيرات ضخمة بعدد من المدن المغربية اليوم وغدا الاثنين، واحتجاجات الطلبة تدخل أسبوعها الثاني. وفي النشرة أيضا، القوات الحكومية الإثيوبية تواصل تقدمها نحو إقليم أمهرة، ودعوات أممية لوقف غير مشروط لإطلاق النار. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة التي نستهلها بالشأن الصحراوي، حيث شنت يوم الأمس وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي شنت هجمات مركزة استهدفت قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس ومدركة حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وفي المغرب وعشية إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تنظيم فعاليات وطنية عبر كامل التراب المغربي اليوم وغدا الاثنين لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني ومواصلة المعركة للتصدي لمسلسل التطبيع مع الصهاينة، داعية كل أبناء وبنات الشعب المغربي ومكوناته الحية للوقوف صفا واحدا في مواجهة التطبيع الذي يهدد استقلال واستقرار البلد ويدخله في عهد الحماية الصهيونية. هذا وتتوالى احتجاجات الطلبة لليوم السادس على التوالي، حيث خرج ليلة الأمس آلاف الطلبة رغم الأجواء الباردة في عدة مدن مغربية على غرار فاس ووجدة ومكناس وأغادير في مظاهرات حاشدة منددين ومرددين لشعارات ترفض القرارات الارتجالية المنتهجة في مختلف القطاعات من كل التوجهات الراديكالية والرأسمالية، كما رفعوا شعارات تدين استمرار مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي كان آخر حلقاتها زيارة وزير الدفاع الصهيوني، معتبرين القضية الفلسطينية قضية وطنية. ومن جانبها أدانت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بشدة زيارة وزير الدفاع الصهيوني ومجرم الحرب بني غانتس إلى المغرب والاتفاق العسكري الذي أبرمته مع السلطات المغربية، معتبرة الخطوة انتهاكا لإرادة الشعب المغربي ومشددة على أن الاتفاق المدان بكل المعايير والمقاييس يشكل انتهاكا لكل المبادرات والقرارات العربية التي اتخذتها القمم العربية سابقا. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الصور للآلاف من المغاربة الذين خرجوا للتنديد بصفقة العار. وحول هذا الموضوع معنا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر البروفيسور إدريس عطية. بروفيسور مرحبا. أهلا وسهلا، مساء الخير لكم أستاذ عبد الله ولكل مشاهدي الكرام. شكرا بروفيسور. بالعودة إلى هذا الموضوع، المظاهرات الشعبية الرافضة للتطبيع تتسع عبر أكبر المدن المغربية. بروفيسور، هل كان هذا متوقعا وهل سيتشكل تيار شعبي يقلب المعادلة؟ نعم، هذا كان متوقع بالنسبة لكل الشعوب الحية والشعوب اليقظة والشعوب التي ترفض التطبيع وترفض خيانة الأمة الإسلامية وخيانة الدين الإسلامي، لكن هذا الشيء لم يكن متوقع بالنسبة لنظام المخزن، لأنه وضع في حسبانه أن الشعب المغربي أصبح قضية منتهي منها ولا يمكن له أن يثور أو يتحرك أمام البطش والظلم الذي تعود نظام المخزن أن يمارسه على الشعب المغربي طيلة عقود من الزمن. وبالتالي هذا التحرك هو تأكيد على أن المغرب قوى حية تنشد الحرية وترفض الاستبداد وترفض أيضا الاضطهاد والطبقية وترفض التطبيع الغاش مع الكيان الصهيوني وترفض حتى حالة الاستقواء التي يريد نظام المخزن من خلالها أن يستقوي بها على جيرانه الأوروبيين وعلى جيرانه في المغرب العربي، بل هذه التصرفات التي يقوم من خلالها من أجل استدامة بقائه جاثما على صدور الشعب المغربي وعلى صدور أشاوس المغرب، لأنه للأسف ظلت الماكينة العسكرية والأمنية والاستخباراتية المغربية طيلة عقود من الزمن تحاول أن تبطش بكل مغربي حر يبحث عن الحرية ويبحث عن عيش رغيد ويبحث ربما عن استقلالية في سلوكه وفي تصرفاته، وبالتالي هذا الأمر هو متوقع لكل دارس. هذا من جهة أخرى ينبغي أن نؤكد أن من نتائج تطبيع هذه الأشياء التطبيع عادة للكيان الصهيوني، وخاصة لو نعود لنقرأ بروتوكولات حكماء الصهيون، وكلما حل الصهاينة حل الخراب، وبالتالي هذا متوقع وهو يبحث. طيب، متوقع بروفيسور كما قلت متوقع هذا الغليان والرفض الشعبي، إلى أي مدى يمكن هذا الرفض الشعبي للتطبيع بين النظام المغربي والسلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ بطبيعة الحال اليوم الكيان الصهيوني يجعل من نظام المخزن كنظام خادم لمصالحه الجيوستراتيجية، سواء في حوض المتوسط أو على فناء أوروبا من الجهة الجنوبية،
أو في منطقة الساحل الإفريقي ومنطقة المغرب العربي، وبالتالي أن مشروع الدولة الوطنية في المغرب تم تحويله إلى دولة وظيفية وإلى نظام سياسي خادم لهذه القوى الصهيونية، ولذلك فنتائج التطبيع سوف تكون وخيمة سواء على المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى الاقتصادي، لأن المغرب بدأ في اتفاقيات أمنية وعسكرية مع الكيان الصهيوني، لكن هناك جملة من الاتفاقيات الاقتصادية بل أنه سوف يتم الإفصاح على التطبيع الاقتصادي في أبعاد كثيرة، وربما يطمع اليهود المغاربة في استعادة ثرواتهم وحقوقهم وعقاراتهم التي سوف ترهق الخزينة المغربية وسوف تؤرق الشعب المغربي، وبالتالي أن التطبيع مع الصهاينة سوف تكون له عواقب كبيرة وكبيرة جدا، ناهيك عن بعض الأمور المتعلقة بالشؤون الثقافية والمتعلقة بممارسة الحقوق الثقافية وغيرها من الأشياء التي سوف يطالب بها الصهاينة على حساب الشعب المغربي العربي المسلم، وبالتالي هو انتقام من هذا الشعب وانتقام يكون دائما لصالح هذا النظام الذي يبحث عن استدامته ويبحث على بقائه في المغرب. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور إدريس عطية أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر. وبتزامن مع هذا التطبيع والخذلان للقضية الفلسطينية، يحتفل العالم يوم الغد باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين، وهي فرصة متجددة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة لهذا الشعب في ظل الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة لإدارة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مقابل تطبيع الكيان الصهيوني لعلاقاته الدبلوماسية مع بعض الدول العربية وما خلفه ذلك من تداعيات على القضية الفلسطينية، وهو ما بحثه يوم الأمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث تطرقا إلى تحديد رؤية واضحة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المحتقة بالقضية الفلسطينية. إلى ذلك اقتحم اليوم عشرة المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته. وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أسيرا محررا شمال غرب رام الله بعد أن داهمت منزله وفتشته. إلى إثيوبيا، حيث تواصل القوات الحكومية تقدمها نحو إقليم أمهرة بعد استعادة السيطرة على إقليم عفر. رئيس الوزراء أبي أحمد توعد من قلب المعركة بتضمير قوات جبهة تيغراي، وصدعوات أممية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. سجي اسطنبولي قابس والمزيد. اتهامات واتهامات مضادة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الموجود بساحة المعارك وبين جبهة تيغراي التي تحمل أبي مسؤولية نسف خيار الحل الدبلوماسية. بين هذا وذاك، معارك محتدمة في عدة مناطق شمال شرق البلاد بين القوات الحكومية وجبهة تيغراي والمتحالفين معها، وأبي يتوعد من خلالها بدفن العدو والعودة بعد الانتصار واستعادة السيطرة على كل شبر من الإقليم المضطرب، وتأمينا للعاصمة أديس أبابا من وصول المعارك إليها. تستمر القوات الحكومية في تقدمها نحو إقليم أمهرة بعد استعادة السيطرة على إقليم عفر وإحكام قبضتها على طريق ميل الاستراتيجية، والذي يعد شريانا نابضا في اقتصاد إثيوبيا وجيبوتي. وسط أصوات المدافع والرصاصة، ترفع الأمم المتحدة صوتها داعية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار قبل الانجرار إلى منزلقات يصعب التحكم فيها. وصل الوفد الإيراني إلى العاصمة النمساوية فيينا تحسبا للمفاوضات التي ستنطلق مع القوى العظمى يوم غد الاثنين، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق يتيح رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وقبول عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي. ومن جانبها، دعت الإدارة الأمريكية إيران إلى العودة إلى الاتفاق والالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها في مقابل تخفيف العقوبات عليها.
تضاعف عدد الإصابات بالمتحور الجديد للكورونا فيروس أوميكرون بعدد من الدول الأوروبية، إذ فرضت هذه الأخيرة حظرا على السفر من وإلى جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت السلالة الجديدة كمبعث للقلق باعتبارها الأشد عدوى بين كل المتحورات الأخرى التي ظهرت لحد الآن، فيما أعلن مخبر موديرنا الأمريكي عن تطوير جرعة ثالثة خاصة بهذا المتحور الجديد. حفيظ عبد الصدوق. حالة استنفار قصوى تشهدها عواصم العالم والمطارات الدولية بعد بروز المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون. فور الإعلان عن ظهور المتحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، أوروبا تعلن تعليق الرحلات من وإلى جوهانسبرغ والدول الإفريقية المجاورة لها، وهو ما انتقدته جنوب إفريقيا التي اعتبرت هذه الإجراءات عقابا صارما لمجرد اكتشافها هذا المتحور الجديد. وفضلا عن أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى عبر العالم عززت من قيودها على المطارات وشددت من إجراءات الوقاية على أراضيها، تخوفا من أن يكون هذا المتحور الجديد أكثر فتكا من المتحور دلتا الذي انتشر كالنار في الهشيم العام الماضي. ومع تزايد الإصابات بهذا الأوميكرون في جنوب إفريقيا ودول إفريقية وأوروبية، يزداد التخوف من هاجس العودة إلى الحجر والإغلاق الكلي، خاصة والعالم يستعد لاحتفالات رأس السنة. وسط هذا الهلع العالمي، منظمة الصحة العالمية تنتقد التعجل في فرض القيود على السفر، رغم تأكيدها على أن هذا المتحور الجديد هو الأشد عدوى، داعية العالم إلى التريث إلى حين دراسته ومعرفة مدى خطورته من حيث سرعة الانتشار والقدرة على مقاومة اللقاحات. ومن الجانب الآخر، وعلى مستوى شركات تصنيع اللقاحات، سباق على أشده انطلق، والهدف هو لقاح ناجع وفعال يكبح جماح هذا الفيروس الفتاك. مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين. عشية إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بحق العشرات من الفلسطينيين، ومستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. الجبهة المغربية ضد التطبيع تنظم مسيرات ضخمة بعدد من المدن المغربية اليوم وغدا الاثنين، واحتجاجات الطلبة تدخل أسبوعها الثاني. القوات الحكومية الإثيوبية تواصل تقدمها نحو إقليم أمهرة، ودعوات أممية لوقف غير مشروط لإطلاق النار. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم. فقرة برنامج ظاهرة متواصلة، فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا.
فيروس كورونا لا يزال موجوداً، وللسيطرة والحد من انتشاره يبقى التباعد الجسدي ضروري وإلزام. وإذا كان من الضروري عليك تخرج من البيت، فارتداء الكمامة إجباري لحمايتك وحماية غيرك من انتقال الإفرازات المعدية. احرص على تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة مع المحافظة على مسافة متر ونصف بينك وبين الآخرين، وتجنب المصافحة والمعانقة. ومن الضروري غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام مطهر كحولي. ارتداء الكمامة، المحافظة على مسافة الأمان، تجنب التجمعات والزيارات. وللمزيد من المعلومات اتصل بي 3030. وعينا يحمينا. نعود إلى البلاطو مشاهدين وإلى هذه المساحة الإخبارية التي سنخصصها للحديث عن فيروس كوفيد 19، عن التطورات العالمية وعن الوضعية أيضا في بلادنا. أسعد باستضافة معي هنا في البلاطو الدكتور مصطفى يعقوبي، رئيس مصلحة جراحة العظام بمستشفى بن عكنوم بالعاصمة. مرحبا بك دكتور. شكرا على الاستضافة. شكرا دكتور. إذا تأكد من خلال المنظمة العالمية للصحة تأكد وجود متحور جديد وأطلق عليه اسم أوميكرون. دكتور، ما هي التطورات اليوم في العالم مع هذا المتحور الجديد؟ على كل حال لازم نعرفوا باللي المتحور مش حاجة جديدة، كانوا متحور تانيك. لازم نعرفوا كل حقنا الدلتا، والحساب هذا باش نحقنا الدلتا راهي فيه 4.5 ولحقنا لهاد الحالة هذه. ما لازمش واحد يحسبها حاجة استثنائية، هاد الأمور هادو ما راهم تخصص شغل سبيسيفيسيتي تاع الفيروس هذا. الفيروس هذا هو المشكل تاع الفيروس، مش فيروس معروف وعنده كما يقولوا ان تيب بيان ديتيرميني، يقدر يتبدل. وهاد الحالة اللي راه يتبدل فيها اللي رجعوا أنه خطير، والمرض هذا راهو خطير، راهو يقتل، وراهو أصبح إن بانديمي راه مسد كاع البلدان العالم. وهاد الحالات هادو علاش؟ لأن سي لا ترانسميسيون، بلوس هاد الفيروس هذا يسو ترانسمي للناس بلوس يتبدل. ولهذا اللي نعاودو نوليو بأن الهدف الرئيسي هي المناعة الجماعية. بصح المناعة الجماعية راهي إما نكتسبوها بالمرض كما رانا كاع المرض كاع المرض كاع الناس تنقاس، وهذه ماشي حاجه اللي يتمناها الانسان، لان المرض خطير او يقتل ويخلي ثانيك دي كومبليكاسيون. واش برك ميم الواحد كيبر راهو يخلي له الاعراض ودي كومبليكاسيون كي سون غراف، ماهوش شي حاجه يقدر يبقى يعيش بلي كومبليكاسيون دوك. والمعيشه هذيك ماهيش حاجه سهله. اذا المناعه الجماعيه هذه كيفاش نكسبوها؟ إما نمرضوا كامل، راهو مرض خطير، راهو لحقنا أكثر من 5 ملايين موتى في العالم، مازال ما لحقناش عامين من الجائحة. صحيح. إما كاين لو فاكسين هذا، والفاكسين هذا رانا نشوفوا فيه باللي راهو يمد دي ريزولتا دون لو سونس، وين ماشي الناس تقول لك لا كاين اللي يديروا الفاكسين ويمرض. بصح يمرض كيفاش يمرض؟ راهي عالميا الناس راهي دارت دي كونكلوزيون باللي واحد يكون عنده الفاكسان، ديك داير الفاكسان راهو عنده اللقاح هذايا، ودار ثاني لي واسمو لي الجرعات الاولى والثانيه، وثاني رانا مع الثالثه، عرفنا باللي الى مرض ما يمرضش ما يوصلش للعنايه، لي كومبليكاسيون غراف، وين لا قدر الله يوصل لا ريانيماسيون. اذا بهاد لا بروف بلي هاد لو نوفو فاريون سود افريكان اللي راهو بدا يدخل في البلدان الاوروبيه، والبلدان الاوروبيه البعيده. البارح احنا سمعنا بكاين دو كا ديتيكتيف اون انجلتير، مالغري كو لافريك دو سود عطات ليطا تاعها بلي راهي عندها ان فاريون دونجورو، دار غلقوا كاع عليها، راهي شغل كاين اوناتي دو ليطا بلي قالت بلي عندنا ان فاريون، تما هما وحدهم غلقوا على روحهم. وهكذاك لحقت الى ايطاليا، لحقت الى الى الى, إلى كاين حالتين البارح سمعنا بهم في المانيا، كاين بريطانيا. المانيا راهي الحاله راهي ماهوش عندها علاقه مع الفاريون، راهي الحالات كثرت لا ماش علاقه مع الفاريون برك، اكثر من 50,000 حاله. راهي البارح برك رانا حقنا 75,000 حاله في المانيا الاوتريش والدول ثانيك اللي قريبه على هذا، راهم غالقين ثانيك الدول تاعهم. هما راهي يسميوها لا 5 فاغ، حنا
pour nous c'est la quatrième vague parce qu'il y a une vague elle n'a pas bien coïncidé معنا وين ما عشناهاش حنا سي بور صح قلنا نقولوا كاتريام فاغ وما يقولوا سانكيام فاغ اذا هاد الحاله هذه هذا المتحور الجديد بدات فيه معلومات نعم مميزاته نعم بدات فيه على كل حال لوامس قالتها نهار الجمعه نهار الجمعه اللي فاتت 27 نوفمبر قالت باللي كاين متحور كي لو كاركتير دونجورو اي فيرولون سي اون سوش كي اكستريمون فيرولونت قالتها وحنا جست ابري هاد لانونس تاع لوامس انستيتيو باستور تاع الجزائر تاعنا قال باللي يا اون انكيتود لازم نخمو لهاد لو فاريون هذا لان لازم نعرفوا دوكا لو موند موش كيما بكري لا ديستونس نو فو ريان دير على تجربه دكتور كيفاش لحقت ثاني التجربه من يوهان الى نعم هادية ثاني وثاني خلاص دوكا قصرت المسافات صحيح مانون بو ان بو ترانسميتر في التجاريه في وهذا اللي باتيزي لو نوفو فاريون باتيزي اوميكرون هو هذا راهو يدرسوا فيه وراهو خطير لازم الدول كل كاع الدول على كل حال بدات يا دي بي وين بداو لو نومبر امبورطون تاع هاد لي كا هادو ما غلقوا عليهم وهذه ثاني نحميو البشريه ماهوش برك نحميو برك الاخر عملوا مليح لافريك دو سود وين ايزون ديكلاري قالوا باللي هاد لو نوفو فاريون هذا اوميكرون الي دونجورو هما بروحهم راهم شغل ايزون كونتريبيي دون لا لوت كونتر هاد لا بانديمي دكتور المتحور الجديد اليوم المواطن على المستوى العالمي وليس في الجزائر فقط يتساءل هل هذا اللقاحات اللي هي موجوده اليوم يمكنها ان تتصدى لهذا المتحور الجديد خاصه انه موديرنا كانت خرجت دراسه وتقول انه راح يكون فيه دواء ضد هذا المتحور متحور اوميكرون نعم. اليوم البشريه تتساءل حول علاقه هذه المتحورات باللقاحات دكتور. نعم لازم نعرفوا باللي اللقاح واحد كيدير لقاح لازم نستناو شهر باش هذاك اللقاح هذاك عنده فعاليه لازم ليمينيتي لازم لو سيستيم تاع المناعه يديفلوبي هذوك لي زونتيكور باش يبدا يقاوم ويبدا يكون يبروتيج لانديفيدو دو لاغريسيون تاع لو فيروس هذاك لازم نعرفوا على كل حال دراسات لازم نعرفوا بلي الناس راهي تدرس راهم كاين اخصائيين وكاين ناس هذا هو العلم هذا العلم تاع الوباء ناس راهم خلاص راهم فيه وهذا كما قلت انت ثاني ليكسبيريونس الخبره التجربه اللي عندنا هما واش راهم يديروا يدرسوه يشوفوا واش هي الفعاليه تاع لو فيروس الفعاليه تاع لو فاكسان على هذا لو فيروس لازم نعرفوا بلي لونفلوب تاع لو فيروس راهي نفسها لكن عنده دي شوز دي سبيسيفيسيتي تاعو وين هو يقدر يسبب اكثر كيفاش يقولوا اللي بوكو بليز اغريسيف خاطر يلصق في الخلايا كما الخلايا تاع الجهاز التنفسي ويقدر يتبدل ويدير يتكاثر بسرعه وهذه راهي تدرس اشاك فوا خرجوا ان فاريون يدرسوا لو فاكسان ليفيكاسيتي تاع لو فاكسان وشيء الخطير ايضا دكتور يعقوبي ان في التقرير الذي اصدرته المنظمه العالميه للصحه قضيه الاعراض ان هذا الاوميكرون لا توجد له اعراض نعم تقدر ماشي ما تكونش عنده ربما واش كنا حنا عندنا نقولوا من زمان لازم شغل يكون عنده الحمى يكون عنده فقدان الشم يقدر ما يكونوش هادوما وهذا ماشي برك لو فاريون هذايا ميم لي فاريون اللي كانوا مقبل كانوا سيغتان كان الاعراض كانت الناس كانت عندها جوست اسهال كان لو سول سيمبتوم لو سول سين كلينيك اللي كان عند بعض الناس ولا اما ولا جوست لا فاتيغ وكي نديرهم لو تيست نلقاو بلي لي بوزيتيف ولا ثاني كاين دي كومبليكاسيون واحد اخرين لازم نعرفوا بلي الكوفيد 19 موش برك مرض يقيس الجهاز التنفسي راهو سي اون مالادي سيستيميك يقيس كاع الاجهزه كيما الكلى كيما لو سيرفو القلب الشرايين الدمويه معروفه هذه بلي راهو يسبب دي ترومبوز دي التخثر تاع الدم في الشرايين الدمويه ويقدر يسبب اعراض على كل الاجهزه اللي عندها بيان سور كاع الاجهزه في الجسم الانسان عندها سون اليمونتي بار دي فيسو سونغان دونك هاد لي فيسو هادو ما سون تاتان لازم نعرفوا بلي ما نسمش نفهموا ان الكوفيد 19 يقيس غير الجهاز التنفسي راهو يقيس كل الاعضاء كل اعضاء تقدر تكون تقاس جيد دكتور يعقوبي الخطوره
سمعت الكثير من الأطباء يتحدثون أن خطورة الفيروس تزيد ما دام أنه فيه موجة البرد. نعم، على كل حال كاين زوج حوايج نقولهم. معروف لا غريب وقتاش وقتاش تكون هذا هو الموسم تاعها، الموسم لازم نعرفوا ثاني كاين انفلونزا الموسميه. لازم ثاني لازم الناس تعرف بلي كاين فاكسين ثانيك تاع لا غريب، والفاكسين تاع لا غريب راهو عنده ان غروند ايتوديتي عند دي سوجي اجي ولي جون كي اون دي مالادي كرونيك اللي عندهم مناعه تاعهم ناقصه، ولازم نعرفوا بلي هذوما يقدر تسبب لهم اضرار وتقدر مام تقتل. لا غريب تقتل كل شاكاني يدي 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 فيكتيم يدي يدي ديسي اون رابور على الحمام اون رابور افيك لاخر. اذا الناس يقولوا لك كيفاش دوكا كاين فاكسين تاع لا غريب وكاين فاكسين تاع الكوفيد، تاع الكوفيد ما حاجه ما تقلق نقدروا نديرهم في زوج مش مشكل. الفاكسين تاع لا غريب سي بور ان جين بيان ديتيرميني، الكوفيد حاجه واحده اخرى يقول لك علاش نخلطهم ده يقدر ما كان حتى ضر ما بين لي دو لي دو فاكسين. وثاني الحاجه اللي لازم نقولوها سا بو سو كونفوندر، يقدر يقول واحد سي سوني كون سامبل غريب alors que c'est c'est faux. اذا حنايا لي ميديسان واش نقولوا؟ نقولوا اون بريش باريكسي كو بار ديفو، سادير فو ميو نخمو على حاجه بلو غراف. شكون غراف؟ كي بلو غراف الكوفيد ولا الاولى؟ نقول الكوفيد ولو انه ربما لا نخمو على الكوفيد ونديروا له تيست وكاع. علاش؟ باش ما ينتشرش، خاطر هذيك هذاك عنده خطر اكثر من الاخر. دونك اون بريش توجور باريكسي الحمد لله. لا لا غريب اي بان طون ميو الا سي با سا اي بان اون ا في نوتر رول دو ميديسان دو فير ان دياغنوستيك ديفيتي لا ترانسميسيون سورتو. جيد دكتور، ربما تساؤل نمر عليه دائما في حياتنا اليومية، الجزائر ربما لم تسجل فيها حالات كبيرة في هذه المرحلة الماضية منذ نهاية الموجة الثالثة إلى غاية اليوم مقارنة ببعض الدول، لماذا؟ نعم حقيقة دكتور. على كل حال لازم نعرفوا باللي البارحة ما عندنا 163 حالة جديدة وستة وفيات رحمهم الله. على كل حال ستة وفيات وطلع شوية، كنا على زوج ثلاثة ستة وفيات لازم نقولوا بلي نوباش سي فري كو حقيقة بلي ماهوش عدد كبير، لكن إن شاء الله ما يكونش. لكن ما تكفيش هاد الآخر، ما لازمش نوليو الحالة اللي كنا فيها أون جوية أوت وين شفنا كاع واش صرا. صحيح سي ان درام، أنا جو جابيلغي سا ان درام أون طون كو طبيب شفت هاد كانت مأساة. وين وين ثاني لازم نعرفوا بلي المستشفيات ماش مخدومه برك باش نداويو الكوفيد. صح كاين دوطر مالادي، كاين رهنا شويه تخلينا على هذوك المرضى اللي عندهم ثاني لازم لهم، لان يا لورجونس لورجونس في الانفيكسيون، لورجونس في حاجه هذه خطيره كي الكوفيد. مازالش الارقام، هذه الارقام هل يعني اننا تحكمنا في الجزائر يعني؟ صح ما لازمش نقولوا باللي خلاص اون لاش، لازم نكملوا. انا نشوفوا باللي الناس راهي ماش واعيه، لازم ناخذوا الحذر، ما لازمش نقولوا باللي خلاص سايي سي غانيي باسكو لو شيفر اي با. لازم تخدر دي مومو ان اوتر، كاين حنا دوك ماناش عايشين وحدنا، عايشين في مجتمع حنايا اون كاليتي دو سيتوان الجيريان، وثانيك رانا ثاني نعيشوا في لو موند ني طون رابور افيك الحاله اللي راهي في افريك دو سود. تقدر تجينا تقدر تلحقنا تري تري فاسيلمون، واحد يقدر يفواجي من افريك دو سود لباري يدخل للجزائر يجيب لنا هذاك الاخر، هكذا بدات. اذا لازم الحذر، كي نشوفوا حاجه في البلدان الاخرى لازم نحطوا في بالنا تقدر تدخل لبلادنا، ونديروا كاع واش لازم تبدا فينا اللي حنايا ما نطلقوش هذوك لي نوسيون فوندامونتال دو وسمو الكمامه لو لافاج دي مان فريكون لا ديستانسياسيون فيزيك ايتترا، نكملوا بها. وثاني كاين لا سول سوليوشن، ما كاش دواء الكوفيد، الكوفيد ما عندوش دواء، نداو الاعراض تاعو. لا سول سوليوشن سي ليمينيتي جينيرال، ليمينيتي هادية باش نلقاوها باش المناعة الجماعية باش نديروها هو لو فاكسان. ومن أن نشوف بلي الناس ما راهيش تروح دير. دكتور عندك تفسير لهذا العزوف على هذه؟ ما نقدرش نقول لك لو فاكسان، كنا نقولوا مع الاول اسكو يكون فاكسان، اسكو لي زوتوريتي سون كاباب دو نو فورني لو نوب كيل فو، راهو كاين فاكسان ورانا ننتجوه وراهو ننتجوه وكاين. وعلاش دوكا لو سيتوان الجيريان ما يروحش؟ لماذا؟ واش هو لازم نقنعوه الفاكسان هذا راهو تندار في لو موند
7,5 مليار دو فاكسيني دون لو موند. لحقوا البلدان الى 90%. نعم. البلدان الاوروبيه راه 90% راهم يديروا في الجرعه الثالثه. اذا حنا واش خصنا؟ القناعه كيفاش الناس حنا يضرنا ما يضرش الناس واحد اخرين. الاطباء حنا كاع لقحنا روحتنا ورانا نديروا في الجرعه الثالثه. انا بدينا نديروا في الجرعه لكن الثالثه. لكن دكتور ربما نستغل وجودك اليوم معنا حتى تعطي الإجابة إلى المواطن لبعض التساؤلات، حتى لو كان تساؤلات بسيطة لكنها ربما تهم المواطن حتى تجيبونهم عليها. أقول لك في هذه البلدان وصلوا فيها إلى أكثر من 70% من التلقيح، لكن عدد الحالات اليومية راي 70,000، وفي الجزائر ما زال ما لحقناش 15 أو 20%، ورانا في 100. يعني المواطن يتساءل عن هذه المفارقة دكتور. لكن دوك احنا سي با ان اكزومبل شغل اللي لازم نتبعوه وين هما، ربما لا مانيير تاع كيفاش يعيشوا هما وحنا كيفاش نعيشوا راهي سي ديفيرون. لو كونتاكت تاعهم موش كيما تاعنا، لكن لا بروتيكسيون ربما لو كما داروش تلقيح هما عندهم كان بالك العدد راه بوتيت ميتيبلي بار 10 وبليتو بار 20. حنا الحمد لله ربما بالك اون كوتي جينيتيك، ربما حنايا هذه ربما تستاهل دراسات من بعد. تستاهل دراسات، نعم تستاهل دراسات. وراهي ثاني ربما لافريكي توسا لافريك سنترال ومنا نشوفوا بالعد موش ربما فيها جينيت. الى دوكا حنايا نستهلو كما يقولوا هذا لو بريفيليج، وعلاه ما نكملوش به؟ صحيح. الى نقدروا نحميو 10 على 1000 تاعهم، العشرة هذوك معزاز راهم سي دي زاتريما كما يقولوا. لو شيف نو فو ريان دير. العشرة تاعنا ربما سي ليكيفالون تاع 10,000 ولا 1000 تاعهم، يبقى العشرة عزاز كيما عزاز هما ثاني لو شيفر تاعهم. دونك سي تري امبورتون، بوتيت يان كومبوزون جينيتيك، جو سي با، بوتيت لا سوسيبتيبيليتي او فيروس اي ديفيرونت ما بين البلدان. صح شفناها هاد الاخر، شفنا ديفيرونس، كاين دي بي في لافريك ما تنقاسوش كاع. صحيح. دونك بوتيت يا سو ليان، يبقى اون كلو غارد، يبقى هذاك الواحد ما يروحلناش. جيد دكتور، اليوم المواطن الاحتياطات المطلوبة منه هي معروفة في كل مرة نذكرها ونحس بها. اليوم الاحتياطات حتى في الجانب الطبي، ما هي الاحتياطات التي يجب أن نشرع فيها من الآن دكتور؟ نعم. وليس لا ننتظر الموجة الرابعة على قدر الله. قلتها أنت، قلت حاجة رزينة كما يقولوا بلي الاكسبيريونس، حاجة ما تندار. كيفاش شكون كان يعرف هذا الكوفيد هذا 19؟ يقول لك هل كوفيد هذا سي كوم سا لا ميديسين سي هذه هي بالاكسبيريونس. حتى واحد ما يقدر يتعلم حاجه وما تكونش، المرض لازم يكون باش نتعلموا منه. سي لا ميم شوز. دوك حنايا الاحتياطات كاينين، دوك هاد لي كيما نعاودو نوليو لا فاغ تاع اللي فاتت لا قدر الله ان شاء الله ما توليناش، لان كانت كيما نقولوا كوشمار ديسك. هذيك الاخر راهي خلاص بالاستوار تاع الاكسجين الحمد لله. شكون كان يستنى وين عدد كبير؟ لا المرض راه قليل، البورسونتاج تاع الناس اللي تكون مريضه راهي قليله على الناس اللي يكونوا بون سونتي. كي يطلع هذاك العدد هذاك راهو يقيس المنظومه الصحيه بارتو دون لو موند. تفكروا برك ليطالي كانوا يديروا ان شوا دو لاج، شكون عنده لو دروا باش يروح لارياناماسيون باش يديروا له لانتوباسيون باش يديروا له لارسبيراسيون ارتيفيسيال. في الهند ايضا دكتور. نعم الهند. نعم. الهند كانوا لو شوا شكون عنده كيفاش نقولوا لا بريوريتي باش يدي الاكسجين. اذا هاد الحالات هادو ما لازمش واحد يقولهم يا هكذاك برك يا هضر برك، لي كاباسيتي سون ليميتي، ما نقدروش اون بو با بريفوار سو جور دو شوز. العدد تاع الاصابات كيما باغ اكزومبل كاتاستروف ناتورال، شكون يقدر دوكا واش من سبيطار يكون الهزه ارضيه لا قدر الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ما يوصلناش، ولا لي كاتاستروف لي زوتر ناتورال كيكونوا عدد كبير من الضحايا، واش نديروا؟ نديروا دي زوبيتو دو كومباني. دونك هذه الحمد لله هذه ليكسبيريونس راه وجدت لي زوبيتو، وجدت لورغانيزاسيون راهي خلاص ولفناها، الناس راهي تعرف دوكا. دوك ما لازمش يكون اخصائي في الوباء باش يداوي الكوفيد، كاع الاطباء كاع كل الاختصاصات كاع يقدروا يداويو الاخر، كاع عندهم ليكسبيريونس عندهم كيفاش يديروا في الحالات، واش لي ديفيرونت سيتوياسيون وين يكون اسكو كوفيد يقدر يروح للدار يدير الحجر الصحي تاعو في الدار، وين يكون ليزولاسيون ايتترا،
ولا ثاني كاين حالات وين لازم لهم الاكسجين، كاين حالات ثاني لا قدر الله توصل وين العنايه المركزه العنايه كيفاش يقولوا لاغيانيماسيون. نعم دكتور، اذا سمحت مادام تحدثت عن الخبره لها شقين زاويتين، الجانب الايجابي، هناك جانب ايضا يجب ان نذكر به بعضنا البعض ايضا، وقضيه التداوي يعني الشخصي. يقول لك الان عندي خبره، نعرف شنو هي الاوردونونس اللي حيعطيها الطبيب، اذا نشريها وحدي من عند الصيدلي. لا لا لا، شوف الخبره نهضروا الخبره على لي بروفيسيونيل، الخبره تاع الاطباء والدواء. لا بريسكريبسيون ميديكال ما عندهاش هذيك تاع بار انترنت، ولا احنا كنا نشوفوا ما في انترنت دي زوردونونس تيبيك يديروهم شغل بور تو الموند، سا نيكزيست با. لا ميديسين سي ان كونطرا ما بين المريض والطبيب، سي سكري، لازم يشوفوا ويعيروا ويشوفوا. ربما ماشي كوفيد، كيفاش هذا يدير وحده منا، ربما يضروا، يعني انتيروغاتوار نشوفوا برك، ربما كاين دواء ما يصلحش مع لي مالادي كرونيك تاعو، لازم نعرفوا واش عنده، لازم هذا لو فاكسان برك، لو فاكسان لازم سي ان اكت ميديكال، باش ندير الفاكسان برك لازم ياخذوا له لاتونسيون، يشوفوا لاسكو ما عندوش لاليرجي لهذاك لو برودوي هذاك ايتترا. دونك لا براتيك دو لا ميديسين باينه، ما كاش هذاك التداوي وحده ما سان اكزيست با. الطبيب هو اللي عنده كيفاش نقولوا لو رول دو بريسكريبسيون، هو اللي لازم يدير لوردونونس. لوردونونس اللي يديرها وحده هذه مسؤوليه، هي ايضا مسؤوليه كبيره. نعم هكذا غدوه كش ما يصلالو المريض ولا راه تولي على الطبيب. هذه معروفه، هذه سي اون سي سا في بارتي دو ليتيك، سا في بارتي دو 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 تو سكي تون رابور افيك لو رابور انتر لو ميديسان اي لو باسيون. جيد دكتور، ربما هذا الاحتياطات التي يجب ان نتخذها من تدابير أصبحت اليوم معروفة واللقاح حتى نتفادى الغلق، لأنه لا قدر الله يكون هذا المتحور في الجزائر أكيد حيكون فيه حجر. هذا دكتور، نعم هذه ما مفرغ منها، هذه كاع البلدان هذه كاع معروفة، هذه كما داروا البلدان الأخرين راهم دوكا ممنوعين كاع اللي مستهم هذا لو فاريون هذا الأوميكرون هذايا اللي كاع غلقوا عليهم. سي نورمال تحمي البلاد تاعك. صحيح. الا كان فيه هذا المتحور في الجزائر لي زوتوريتي اوبليغاتوارمون يغلقوا ويديروا كاع تحريك على واش لازم، كيما كاع البلدان ماشي حاجه زعما اللي نقولوا بلي كيفاش يقولوا ديروا هكذاك برك، راه دراسات ونشوفوا، وهذه باش نحميوا البلاد تاعنا ونحميوا المواطن تاعنا وثانيك بها نحميوا ثانيك الدول الاخرى، يعني. خاطر حنا يجوزوا علينا ثاني. صحيح. البشريه هذا المشكل، هذا ماهوش مشكل تاع بلاد ولا بلاد ولا جنس ولا هذا، حاله هذه راهي عالميه وحنا نحميه، والطبيب يحمي الانسان ما يحميش بلاد ولا كيفاش نقولوا ولا منطقه. دكتور، العديد من التصريحات، البعض يقول لك دخلنا في الموجه الرابعه، البعض يقول لك لا نحن على ابواب، نحن على مشارف. بالنسبه لكم دكتور، شوف ما هي المؤشرات ايضا، هل فقط الاحصائيات اليوميه؟ نعم. هي المؤشر. نعم. الوحيد للموجه يعني. على كل حال لو ام اس ولا كاع، شوف كاع لي زانستيتيوسيون كي جير هادو لي بانديمي تو سا كاين شغل دي بريفيزيون، يشوفوا ليفولوسيون او دو لا، يفون دي ستاتستيك ويخرجوا، يقول لك منا على باغي، وعلاش يقول لك منا؟ نقدروا نلحقوا على 50,000 حاله على بار اكزومبل جانفيي فيفريي، كيفاش يعرفوا؟ سي لو ريتم داباريسيون دي كا، سي لا ميم شوز. حنا دوكا في الجزائر ما لحقناش في لكن الحاله تاع لو موند اوتور اي بروش، في لوروب. لوروب سي كوا؟ سي 2 اور دو فول براتيكمون، اون اور دو فول لي كوت. هذه دونك هذه ترجع لي زوتوريتي الجيريان، اوتوريتي دو سونتي، باش ياخذوا الحذر، باش اون دوا فير اتونسيون، اي باش ثانيك الشعب ثانيك لازم يعرف، لازم نوريو له باللي هاي لك البلدان الاخرى. صحيح. باش يدخل في هذيك كيفاش يقولوا لاكسيون دو بريفونسيون، سي تري تري امبورتون. منا اللي نحن ثاني لازم نعرفوا دوك، نشوفوا الحالات كيفاش راهم، سورتو ديتيكتي لي كا، لازم كي نديروا لا بي سي ار كي نديروا سمون ديتيكتي دوك، ويل ساجي الا دخل هذا المتحور
لازم لا ليفت دواسو ديكلونشي. جيد دكتور، هناك العديد من المواطنين مادام فيه الحدود مفتوحه يسافرون الى بعض البلدان، ربما بعض النصائح للمواطنين. نعم، على كل حال البلدان. على كل حال النصيحه الاولى على كل الناس الى لي زوتوريتي الجيريان اون توتوريزي لو فواياج من الناس، سافو دير عندنا مؤشرات، عندنا لي كونديسيون وين الحاله ماشي خطيره. لكن ثاني لازم نعرفوا باللي كاين دي شوز كي سو فون اي سو فون دون لو بون سونس، وين كي المسافر كيخرج من كيجي من ليترونجي يديروا له ماشي لا بيسيال يديرها في البلاد اللي يكون فيها، ما يدخلش ما يقدرش يطلع في الطياره مادام ما داش لا بيسيال صحيح نيجاتيف دو 36 اور 36 ساعه. وكي يدخل كاين لونتيجينيك، لو تيست لونتيجينيك كي سو في على الايروبور، سي ان تيست رابيد qui a un cas positif, et voilà, ils déroulent dans une structure, où ils vont voir de quoi il s'agit. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de se faire le variant. Et de là, ils déroulent la procédure, ils ont isolé la personne, le traité, etc. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire. Inch'Allah, on a fait la situation, mais on a fait الحاله وين اوني توبليجي دونك دو فيرمي لي فرونتيير. شكرا لكم دكتور مصطفى يعقوبي رئيس مصلحه جراحه العظام بمستشفى بن عكنون، شكرا لك دكتور وشكرا على هذه المعلومات. يعطيك الصحه، بارك الله فيك. بارك الله فيك. مباشره الى غرفه الاخبار. شكرا للزميله العلجه عوسات. بعد الفاصل تلقاكم زميلتي اميره بوشايب في اخبار الاقتصاد. سعد الله مساءكم مشاهدينا، أخبار الاقتصاد من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. في الأجر الشهري المتوسط في الجزائر خلال 2019 بنسبة 2%، وهذا باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة، ليصل إلى 41,800 دينار جزائري مقابل 41,000 دينار جزائري في 2018 حسب ما أفاد به الديوان الوطني للإحصاء. ووفقا لنتائج التحقيق السنوي على مستوى المؤسسات، فإن الأجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58,400 دينار جزائري في القطاع العمومي، بينما بلغ 34,100 دينار جزائري في القطاع الخاص، أي بفارق 24,400 دينار جزائري. ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط من الأجر الخام بدون احتساب القطاعات أو الاقتطاعات المختلفة الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد. ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة. وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن القطاع النفطي، إنتاج وخدمات المحروقات، وقطاع المالية المصرفية والتأمينية يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات. في موضوع آخر، شباب ولاية سقهراس يكسرون المستحيل وينشئون مؤسسات مصغرة تدعم التنمية المحلية. نور الدين بن عبسة يفصل. على نار هادئة يقطر الزيت العطري من النباتات، فيما تعمل هذه الآلة على عصر مختلف الحبوب لاستخلاص الزيوت الأساسية حتى تستعمل في وصفات التجميل والعلاج. حرفة اختارها عبد المومن بدعم من وكالة تسيير القرض المصغر. حاولت أني نستثمر في عصر وتقطير جميع أنواع الزيوت الطبيعية واستغلالها في صناعات تحويلية أخرى، مثل صناعة مواد التنظيف، الحلويات التقليدية، بعض المواد الشبه طبية للعلاج. نشأنا صفحة لقت رواج كبير.
ولأن سوق أهراس فلاحية بامتياز، اختار محمد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حتى ترافقه في صناعة أغذية الأنعام، فمولت له آلات الطحن والخلط حتى يوفر المادة لأصحاب الحاجة. نخدم ميلونج، نخدم فينيسيون، نخدم مايس سيك، نخدم نخالة، والحمد لله المشروع راه نجح. وزد شباب كما نقولوا نحن وحدي قدرني ربي شريت واحدة تاع قمح، عندي طاحونة تاع قمح قاعدة تخدم مع تاع العلف. للذين حققوا نجاحا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهم في حاجة إلى توسعة، سعي السلطات إلى إنشاء مناطق نشاطات مصغرة لهم لدعم المؤسسات الاستثمارية الكبرى عن طريق المناولة. نحن بصدد اليوم إنشاء مناطق نشاطات مصغرة حوالي تقريبا 10 موزع على مناطق، وهذه خصيصا موجهة للشباب الحاملين المشاريع في جميع المجالات. هي الإرادة القوية في توفير دعائم الاستثمار تحقيقا للتنمية والإقلاع الاقتصادي. يعد سوق التوارق بولاية ليزي معلما من معالم المدينة ومقصدا للسياح والتجار، غير أنه يشهد وضعا مزريا مما استدعى تدخل السلطات المحلية لإعادة تهيئته وتحديث محلاته مع مراعاة الطابع التقليدي للمنطقة. إبراهيم بالخير يفصل. القادم إلى مدينة إليزي غالبا ما تكون وجهته إلى هذا الفضاء التجاري أو سوق التوارق، والذي يعرض منتجات محلية بين ألبسة تقليدية وحلي ومنتجات جلدية تفننت في إنتاجها أنامل الحرفيين. السوق ولا غني ولا غني لا منظر، هذا الصبة ودينا الطولة غسارة الطولة تخلى نقاج أنا غامان تخلاك يا غامان 2006 رجولي. وبهدف إعطاء وجه جمالي جديد لسوق التوارق شرع في هدم المحلات القديمة وإعادة تهيئة هذا السوق الذي يعتبر معلما من معالم المدينة. لما نبي نظر وكيف تخدم الخدمة مريقلة ومبنترة بالقوس انتهى وبالضالة وكلش باش يكون السوق يسمى السوق التقليدية، فهم يسموها ثاني اسمية التوارق يعني. مع الأمطار كنا كل مطر نخلعوا بزاف، والحالته مش اللي صندوق سوق سياحي على مستوى الولايه، ولايه سياحيه هذه بامتياز والحمد لله. هم اللي يسمعوا سوق التوارق يجوا يلحقوا حاجه ثانيه بالزانق وبالطوله وحاجه ما كانش، وتلقى الماء في وسطه يكسي فهمني. اما هذا راك يخدم العمليه هذه ويخدم كيما راهو ورانا بيرو تيتيب وكيما قلنا صح، تنجم تقول سوق التوارق بمعنى الكلمه. مبني بالطريقه هشه وقديمه، سجلنا له عمليه في الافسيسيل تاع 3500 ودرنا دراسه، وانا نعاودونه في التهيئه جديده. كما استفادت إليزي من سوق مغطاة لمختلف الانشطه التجاريه سيفتح ابوابه في الايام القادمه. هذا وتعرف ولاية تبسة حركية كبيرة في مجال الاستثمارات الخاصة، خصوصا بعد إطلاق الصيرفة الإسلامية، ولكن بحكم حداثة الصيغة الجديدة لازالت هناك بعض العراقيل أمام المستثمرين بالولاية. طارق حاجي في هذه التغطية. افتتاح شبابيك الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك بولاية تبسة حفز المستثمرين للانخراط في هذا النمط التمويلي الجديد. هناك إقبال من طرف سواء المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين ملاك وصناع وحتى أصحاب المؤسسات الناشئة نحو هذه المنتوجات، وهذا يبين أهميتها في تمويل وتنويع التمويل الاقتصاد في ظل استراتيجية تنويع الاقتصاد والبحث عن بدائل تمويلية مستحدثة. بدر الدين عينة من شباب ولاية تبسة يأمل في توسيع المنتوجات التي تمول بصيغة الصيرفة الإسلامية لإكمال مشروعه المتوقف منذ مدة. حبينا نوسع النشاط هذا، تكون عيادة جراحية كبيرة تحوي ما بين 28 حتى 35 سرير، تعتمد على جراحة القلب. المشروع ذلك متوقف عنده 3 سنوات. نحن الانشغال المشروع مهم، عيادة خاصة عبالك عندنا 5 ولايات هنا في 5 يعني بتبسة، تبسة وملبواقي سوق هراس خنشلة ودسوف، هذو ما كامل ما فيهمش جراحة القلب، كاين نزيف يعني كبير في الجراحات هذه الدول المجاورة.
نحن نتمنى ان شاء الله يكون يعني التفت السلطات هذه للصيرفة الإسلامية، لأنها عندنا مشاريع جمة متوقفة على الصيرفة الإسلامية. المشروع وفي حال استكماله يعد إضافة كبرى للولاية والولايات المجاورة. حبينا أن نعاون المريض نقربوا له الصحة ولا يروح للدول المجاورة. نحن نقدموا له خدمات صحية هنا في عين المكان، وتكون بنفس نوعية خدمات صحية. هناك نقص في العملية التسويقية، لأن أي منتوج جديد لابد أن ترافقه حملة تسويقية ونشاط تسويقي فعال يعني يؤدي إلى تحقيق الأهداف. كذلك نقص في تأطير الكادر البشري المتخصص في منتوجات الصرافة الإسلامية. ويبقى الأمل معقودا على قانون المالية الجديد الذي يدعم الاستثمار لتوسيع مجالات الصرافة الإسلامية بالنظر للنجاح الذي حققته في فترة وجيزة. في ملف الاستثمار دائما، حققت مستثمرة من بلدية تغاليمات بولاية سيدي بلعباس نتائج إيجابية في إنتاج الذرة العلفية كتجربة هي الأولى من نوعها عن طريق السقي بالتقطير في مساحة تقدر بأزيد من 50 هكتارا. كاميليا حموم. على مساحة تقدر بأزيد من 50 هكتارا استطاعت المستثمرة الفلاحية فاطمة بشير أن تحقق نتائج إيجابية في زراعة الذرة العلفية باستعمال نظام الري بالتقطير، والتي تعد التجربة الأولى من نوعها بولاية سيدي بلعباس. وهي هي التجربة، يعني الذرة العلفية عن طريق التقطير بطريقة مثالية، وهذا من جهة، ومن جهة ثانية يعني باش نحافظوا على الموارد المائية تاعنا، نحقوا الاكتفاء الذاتي تاعنا، ونحقوا الموالين تاعنا، يعني نساعدوهم باش نوفروا لهم المواد الأولية. وفاطمة ما شاء الله فلاحة ما شاء الله مطلية فينا وقائمة بالخدمة بالعمل تاعها. تجربة والحمد لله رانا نجحنا فيها، ومازال إن شاء الله نشوفوا النتيجة. فبعد مرور 3 أشهر تأتي مرحلة حش المحصول باستخدام معدات تقنية متطورة، حيث يتم تغليفها وتخزينها بعناية على شكل سيلاج. في الحصاد تاع الذرة العلفية نحتاج إينو سيلاج اللي هي آلة الحصاد، ونحتاج إمبرس أوريباناز باش تقدر دير لنا لابال هذه تاع 1 طن. الموالين فرحوا ووصلوا حتى وين قبل ما نبداو عملية الحش، كانوا كاين اقبال كبير اللي كانوا فرحانين بالمنتوج في هذه المنطقه. انتاج زين، هاني نتبعوها ونديروا كيفها ونخدموا ان شاء الله. نجيبوها من نتسنوا ناس يجيبوها من الصحراء وحنا ندوها عليها، كان فيها عناء كبير. مي دروك رانا هنايا دروك بعيد علينا ب 30 كيلومتر ولا، راها مليحه الحياه. ويتراوح محصول الذرة العلفيه ما بين 30 الى 40 طنا في الهكتار الواحد، فتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية سيسهم في الرفع من قدرة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف، وكذا التخفيض من فاتورة الاستيراد. على الصعيد التعاملات البنكية الدولية، كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر أن هذه المؤسسة المالية قامت بتوجيه حوالي 93% من المشاريع التي وافقت على تمويلها في 2021 لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء. وأوضح الجاسر خلال كلمة ألقاها في اختتام الدورة الوزارية 37 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، أوضح أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعتمدة من طرف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغت 561 مليون دولار عام 2021. وأكد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتخصيص 750 مليون دولار كتمويل إضافي لصالح الدول الأعضاء كجزء من التمويلات المخصصة لمرحلة التعافي. شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا حادا مع افتتاح التداولات، وذلك في أول رد فعل بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق العالمية على إثر مخاوف من تفشي المتحور الجديد والذي اكتشف في جنوب إفريقيا. هذا وتراجعت الأسهم في المملكة خلال مطلع جلسة اليوم بنحو 503% التي تعادل 600
31 نقطة ليتداول أو يتداول المؤشر العام قرب مستوى 10700 نقطة، ويعد تراجع السوق خلال تعاملات اليوم هو الأكبر منذ ماي 2020. هذا وصرح مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية إن التعاون الصيني الإفريقي أظهر مرونته وسط تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تواصل العديد من المشاريع المشتركة المضية قدما. وأوضح المسؤول ذاته أن أكثر من 1100 مشروع مشترك بين الصين وإفريقيا ظل مستمرا، وما زال قرابة 100,000 فني وعامل صيني في وظائفهم. تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بشدة، حيث تكبد المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية منذ شهور. وانخفضت بشدة القطاعات التي كانت قد استفادت من إعادة فتح الاقتصادات بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بجنوب إفريقيا. هذا وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليها، وسجلت عمليات بيع الأسهم خسائر كبيرة في القطاعات 11 الرئيسية، وما قلص بذلك مكاسب عدة قطاعات. هذا وانخفضت أسعار النفط خلال نهاية الأسبوع بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كوفيد-19، وتراجعت العقود الآجلة لخام برانت بنسبة 11.32% إلى مستوى 72.91 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 13.04% إلى مستوى 68.17 دولارا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع بنسبة 0.40% إلى 1791.40 دولارا للأوقية، بسبب تزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبدأ في تقليص مشتريات الأصول ويرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع للحد من ارتفاع التضخم. ختام النشرة الاقتصادية بإطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، نتابع. ختام موعدنا الاقتصادي، عودة إلى الزميل سيد أحمد، السلام عليكم. شكرا لك يا زميلتي أميرة. فاصل ونتواصل معكم مشاهدينا. دائما مشاهدينا مع فقرتي برنامجي الظهيرة، فاصل قصير وتلقاكم زميلتي سهيلة معوش في تفاصيل أخبار الرياضة.
شكرا سيد احمد. مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى جولة الرياضيه والمستهل باخر مستجدات المنتخب الوطني لكره القدم الذي يستعد لدخول غبار منافسه الكاس العربيه للامم المقرر انطلاقها بعد غد الثلاثاء بالعاصمه القطريه الدوحه. وستجري العناصر الوطنيه اليوم في تمام الساعه الرابعه حصه تدريبيه اي بعد قليل، وذلك بالمركب الرياضي العقله، وستكون مفتوحه لرجال الاعلام ربع ساعه. وكان اجبال بوغره قد اجروا امس ولا حصة تدريبية خصصها الطاقم الفني للاسترجاع، اجتمع صبيحة اليوم منظمو الفيفا باللاعبين والأعضاء الفنيين للمنتخبات والرسميين، ثم اجتمعوا بعدها مع الحكام ومنظمو الدورة والإعلاميين. نذكر فقط مشاهدينا الكرام أن كل من الحارس رئيس وهاب مبولحي وأيوب عبد اللاوي وياسين إبراهيمي التحقوا اليوم بالمجموعة، فيما يتواجد الجزائري مدافع الترجي التونسي محمد أمين طوغاي تحت الرقابة الطبية بعد الإصابة الخفيفة التي تعرض لها في آخر جولة من البطولة التونسية. وسيواجه الخضر في أولى الجولات المنتخب السوداني في الفاتح ديسمبر على الساعة 11 صباحا بملعب أحمد بن علي، ويواجه في الجولة الثانية منتخب لبنان زوال يوم الرابع من ديسمبر على ملعب الجنوب بالوكرة. أما في الجولة الثالثة يلتقي أشبال مجيد بوغرة بالمنتخب المصري يوم 7 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء على الملعب ذاته. بالعودة إلى مجريات البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي لعبت جولتها الخامسة يوم الخميس المنصرم وأسفرت عن نتائج متباينة، أبرزها قمة الجولة التي جمعت بين وفاق سطيف والضيف شباب الوزداد وانتهت بهدفين لمثلهما في مباراة عرفت سيطرة كل فريق على شوطه. نتابع بعض اللقطات تقول بتعليق الزميل محمد جمال. يقدم كرة باكير يحاول مرورة وحامد، وهناك خطأ. ثلاثة لاعبين، من هو المنفذ؟ كل هذا من أجل ربما التمويه. باكير يا سلام، يتمكن من الوصول للشباك بكرة صعبة وخطيرة وقوية. باكير اللاعب السابق للوفاق يتمكن من الوصول إلى الشباك بكرة منفذة كما ينبغي أن تكون بقوة كبيرة مباشرة في شباك الحارس بوحلفايا. الجدار ثابت والحارس بوحلفايا يتفرج على الكرة التي هزت الشباك في الدقيقة 39. سنشاهد كيف كان الحال رغم الارتماء، ولكن كانت بعيدة في زاوية صعبة وبعيدة وقوية جدا من باكير يسجل أول أهداف المباراة. مباشرة بولخوا في الوسط، ميرازيق ضيع كرة، عودة موفقة من جانب الدفاع. من هناك يا سلام، خطأ كبير جدا، خطأ بن حمو يتمكن من استغلال هذا الخطأ في دفاع الوفاق ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 لمصلحة شباب الوزداد. استغل الخطأ والفرصة كانت سانحة أمام المرمى مباشرة. بن حمو باح يسجل الهدف الثاني في التذكير بالقانون وبيئها هي ملعوبة على مرتين. محاولة باليسرى يا سلام في شباك، أول أهداف لمصلحة الوفاق. دغموم يتمكن من الوصول إلى شباك الحارس مساوي في الدقيقة 54. مضبوطة الكرة، محاولة الدخول داخل منطقة العمليات. ماذا هناك؟ ركلة جزاء يقول الحكم، يقول الحكم السيد مصطفى غربال، ركلة جزاء للوفاق في الأربع دقائق الأخيرة وفي الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة. هذا هو المنفذ رقم 17 في تشكيلة الوفاق، إبراهيم بود بوس رقم 11 و17. يا سلام، يتمكن من الوصول للشباك وتعديل النتيجة لمصلحة الوفاق في الدقيقتين الأخيرتين من زمن المباراة مساوي، ورغم أنه راح باتجاه صحيح للكرة ولكن الكرة كانت قوية بقوة كبيرة في الزاوية الصعبة والبعيدة. اللاعب دبوس إبراهيم يتمكن من تعديل النتيجة لمصلحة الوفاق، 2-2، كل شيء ممكن في كرة القدم مثل ما قلت وذكرت.
من جهة أخرى افترق ملا الأربعاء مع ضيف جمعية شلف على وقع التعادل السلبي وهو الثالث على التوالي لتشكيلتين، علما أن النتيجة لا تخدم أي طرف بالنظر إلى وضعيتهما في سلم الترتيب. بلال بناري وتفاصيل اللقاء. أمل الأربعاء وبعد العودة بنتيجة إيجابية في الجولة الماضية من ميدان شبيبة القبائل كان يمني النفس بانطلاقة فعلية في البطولة بتحقيق أول انتصار، لكنه اصطدم بفريق والآخر بحاجة إلى نتيجة إيجابية جمعية أولمبي شلف. هذا الأخير صمد في الدفاع وركن إلى الدفاع منذ الدقائق الأولى، محاولات متكررة من أشبالي بوفنارة لكنها تكسرت أمام الحارس صفيان الذي صد ورد في شوط أول للنسيان، لم تحضر فيه لا إطارة ولا ندية ولا أهداف. في المرحلة الثانية وبنفس الطريقة كاد بوزيان بهذه المقصية الرائعة التي أبعدها صفيان إلى الركن أن يفتتح باب التسجيل. ضغط الفايكينغ تواصل وهنا هاته التوزيعة من أي تعليق، ولكنها مرت مرور الكرام. آخر فرصة كان وراءها كبري براسية علت خشبات المرمى. نتيجة التعادل 0-0 هي التي حسمت أطوار هذه المباراة. كانت مباراة صعبة، ما كانتش مباراة سهلة أمام أمل الأربعاء، وإن حقنا نقطة إيجابية اللي تحفزنا باش نخدموا ونعملوا المقابلة القادمة إن شاء الله. المباراة ما كانت بالسهل، وإن أولمبي شلف جاوا يلعبوا في 11 ولا كلش. درنا دي زوكازيون كلش، ما كتبش ربي، عطينا بزاف دي زوكازيون ما كتبش ربي، وان شاء الله لي بروشان ماتش نخلفوهم ان شاء الله. صراحه اليوم ضيعنا نقطتين، يعني نقدر نقول سهله، خاصه في الشوط الثاني فريق جمعيه شلف يعني تراجع للوراء وكان كتله ما خلناش يعني نقول لي سباس، ولكن اليوم ماهوش يعني المنطق تاع كره القدم، لان كره القدم ما عندهاش منطق. من جهته يبقى نصر حسين داي نقاط الثلاث على أرضه عقب تغلبه على ضيف مولودية وهران بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي احتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة. وسجل ناجي الهدف الأول للنصرية في الدقيقة 27 قبل أن تعدل المولودية عن طريق جنينة في الدقيقة 39. ومع بداية الشوط الثاني عاد ناجي وسجل هدف الفوز في الدقيقة 47، وهو الفوز الذي ارتقى به النصرية إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند النقطة الرابعة في المركز 13. وعن التلفزيون الجزائري حضر الزميل علي جعفر ورصد التصريحات التالية. أول فوز في داخل الضياء الحمد لله، حتى لو لعبنا مباراة صعبة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، اليوم ضد مولودية وهران مباراة صعبة جدا، كان علينا كان باش نفوزوا بالمباراة باش نبقاو دائما في الطالعة، ونصر حسين داي مكان الاتحاد دائما تكون مع الأحسن الفرق. فيما يخص الشوط الاول كان تكافؤ في اللعب، حتى ولو كنا سجلنا في الدقيقه 22 هدف كان خلينا نكونوا نلعبوا بكل ارتياحيه، ولكن عدلونا عند طريق ضربه جزاء عن خطا فردي. في الشوط الثاني يعطينا تكلمنا مع اللاعبين باش يثيقوا في انفسهم ويعطيوا اكثر فوق الميدان، خاصه في الشوط الثاني، وعارفين باللي ان دفاع مولودية وهران ثقيل شويه، اللي خلانا نسجلوا الهدف الثاني خاصه في محور الدفاع اللي يعطينا النصائح باش سجلنا الهدف. الحمد لله 2-1، حتى ولو كملنا المباراه ب 10 لاعبين، اللاعبين مشكورين على المجهودات الجباره اللي راهي فوق الميدان، يعطيو كل ما بوسعهم، ونشكرهم انا على هذه المجهودات هذه، وان شاء الله راح نحضروا المباراه القادمه ان شاء الله بكل ارتياحيه ان شاء الله. راكم شفتوا الماتش، حنا كنا قادرين كما قلت سي فري، انا في ميتون بريمير ميتون كنا هذه مقابله اللي تغيد فريمون تغيد، كنا قادرين نروحوا بنتيجه بالفوز باش كنا نعطي بوكو دو زوكازيون، وعطيناهم حنا دو زوكازيون دو بيت دو زيرور بليتو، نجم نقول دو زيرور دو بيت، ان تير من 25 متر بلس لو دوزيام بيت الثاني يعني تجي سي شبي نقول لك الدوزيام ميتون انا فريمون سما ايتوني كيفاه دخلنا بهذاك الوجه
On avait la possibilité de la conservation du ballon, de circuler le ballon. Malgré que je félicite Net pour le match de la victoire de Ham, mais ils n'ont pas fait un grand effort. Voilà. Voilà, des erreurs, des erreurs de rien du tout. On a encaissé un but bêtement. Mais il y a une grande وكما يقول لك الاخر الوضعيه اللي رانا فيها ما تشرفش الوجه الحقيقي تاع مولودية وهران. مباراة أخرى ارتقى فيها أولمبي المدية إلى المركز الثالث بعشر نقاط عقب فوزه على نجم مجرة بثلاثة أهداف لهدف، فوز رفع به أبناء التيتري رصيدهم إلى عشر نقاط في الوقت الذي يتذيل فيه النجم البطولة بنقطة واحدة. اسمع الميلودي. بعد تذوقه الهزيمة الأولى في الجولة الماضية، أولمبي المدية يسترجع نشوة الفوز سريعا محققا انتصاره الثاني على التوالي بملعب إمام الياس وأمام أنصاره، فيما كان الضحية نجم مجرى الذي لم يحقق أي انتصار لحد الآن. مباراة في شوطها الأول لم تكن مقنعة أداء ونتيجة من الجانبين، وعرفت بدايتها تغييرات اضطرارية للفريقين بعد الحادث والاصطدام العنيف الذي حدث بين اللاعبين العجابي وحميدة، هذا الأخير الذي تعرض إلى إصابة خطيرة على مستوى الرأس نقل على إثرها وبسرعة إلى مستشفى المدية لتلقي العلاج. وبعد توقف المباراة لخمس دقائق تقريبا تواصل اللعب محاولات من الطرفين، غابت عنها الفعالية اللازمة لبلوغ الشباك ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني تغيرت فيه بذلات الفريقين وتعاكست الألوان بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت، كما تغيرت أيضا معطيات اللقاء أداء ونتيجة. نجم مجرى وبعدما استرجع أنفاسه فاجأ الأولمبي بهدف في الدقيقة 47 وقعه ميغازي الذي استغل كرة في العمق. هدف أخلط أوراق رفقاء سيدهم وخلق ضغطا كبيرا أمام الأنصار. ارتباك على مستوى الدفاع كاد أن يمكن أبناء الحضنة من إضافة أهداف أخرى، لكن أشبال المدرب لطفي سليمي تمكنوا من التدرج.